السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وأنتم طيبين وصحة وسلامة، يا رب تكونوا جميعا بخير وأهليكم. إن شاء الله نستكمل محاضرات مادة تصميم منشآت الري لطلبة تالتة مدني كلية الهندسة جامعة اسكندرية. إن شاء الله هنستكمل الجزء الأولاني من المنهج بتاعنا اللي هو منشآت التقاطعات. درسنا لغاية دلوقتي 3 منشآت، المنشأ الأولاني هو الكالفرت اللي كان بيحل مشكلة تقاطع مجرى مائي مع طريق، وبعد كده درسنا المنشأ الثاني من منشآت التقاطعات بتاعتنا اللي هو السايفون أو الصحارة، وقلنا إن هو بيحل مشكلة تقاطع مجرى مائي مع مجرى مائي تاني. وبعد ما خلصنا الصحارة قلنا عشان نحل نفس المشكلة اللي هي مشكلة تقاطع مجريين مائيين ممكن أعمل منشأ ثالث اللي هو الأكودكت أو البدالة. يبقى البدالة المنشأ الثالث من منشآت التقاطعات، تستخدم عند تقاطع مجريين مائيين. بمرر المية بتاعت المجرى المائي اللي المناسيب بتاعته عالية، وقلنا المناسيب العالية يعني البيد ليفل، من فوق مجرى مائي المناسيب بتاعته منخفضة، غالبا بيكون مصرف باستخدام الأكوادكت. وعرفنا المحاضرة اللي فاتت إن عندنا نوعين من البدالات، في النوع الأولاني اللي هو البايب أكوادكت، ممكن يكون ستيل وممكن يكون آر سي، ممكن يكون ماسورة واحدة ماسورتين ثلاثة حسب الهيدروليك ديزاين. وفي الهيدروليك ديزاين افترضنا فرض ان المية ماشية بكامل القطاع، مية ماشية بكامل قطاع المواسير اللي احنا بنستخدمها، وبالتالي كان الهيدروليك ديزاين بتاعنا كان المسمى بتاعه او البند بتاعه تحت بند حاجة اسمها رانينج فول. رانينج فول يعني المية ماشية بداخل كامل قطاع الماسور. النوع الثاني هو الـ RC Box Aqueduct، أو ساعات بنسميه الـ Open Through، عبارة عن منشأ شبه الكالفرت زي ما انتم شايفين كده، زي الكالفرت اللي هو البوكس كالفرت اللي احنا درسناه، بس غالبا بيكون فتحة واحدة. بيكون فتحة واحدة بيتكون من بلاطة سفلية بيسموها الـ Lower Slab، وبلاطة علوية بيسموها الـ Upper Slab، وبيم ناحية اليمين، وبيم يعني كاميرا، وبيم ناحية الشمال بيسموها المين بيم أو الكاميرا الرئيسية، أو ساعات بنسميها الفيرتيكال سايد بيم. عبارة عن 3 مكونات، لور سلاب وأبر سلاب ومين بيم. في بعض الأحيان ممكن ما نحطش الأبر سلاب لأنها ملهاش لازمة، بس احنا زي ما هنعرف دلوقتي لأنها ليها استخدام تاني. لما بيجي نشتغل الار سي بوكس اكوتكت، بتكون المية مش بكامل القطاع، يعني شايفين هنا في جزء فيه هواء هنا كده، فبيتم تصميمها هيدروليكيا على انها رانينج فري. رانينج فري يعني ايه؟ يعني الميه مش ماشيه بكامل القطاع، لا، في جزء القطاع فيه ميه، في جزء فيه هواء، في اير هنا، في هواء، عشان كده بنسميها رانينج فري. في الهيدروليك ديزاين بنعتبرها رانينج فري، وبالتالي الهيدروليك ديزاين بتاعها هيكون مختلف عن اللي احنا درسناه في الكالفرت والسايفون او حتى كمان الستيل اكواديت. يبقى هي الار سي بوكس اكواديت عباره عن كالبرت او بوكس كالبرت من فتحه واحده، بيتكون من لور سلاب وابر سلاب وسايد بيم. الاختلاف عن البوكس كالبرت نوع الهيدروليك ديزاين، هنا هيبقى رانينج فري، يعني المايه مش ماشيه في كامل القطاع بتاعه. النوع ده من البدلات اللي هو الار سي بوكس اكوتكت ليه وظيفه ثانيه، ان هو بيستخدم كمعبر للمشاه او للسيارات. احنا اتفقنا ان البداله عباره عن منشا بياخد الميه بيعديها، الميه بتاعت مجرى مائي المناسيب بتاعته عاليه بيعديها من فوق مجرى مائي تاني المناسيب بتاعته منخفضه. اوكي، ولازم يكون المنشا بتاعنا اللي هو البداله فوق سطح منسوب سطح الميه بتاع المجرى المائي المنخفض اللي هو غالبا بيكون درين. فاحنا بنستغل وجود المنشأ ده، بعمل زي ما قلنا حاجه اسمها الابر سلاب، وبعد كده بعمل سلالم. السلالم ديت عشان لو في واحد هنا عاوز ينزل من الرود ليفل ينزل المنسوب اللي هنا اللي هو غالبا بيكون البيرم ليفل، بعدين يمشي كده فوق الابر سلاب، وبعد كده يطلع تاني على السلالم يوصل للناحيه التانيه من الرود بتاعي. وبنزود كمان حاجه اسمها هاند ريل او ترابزين عشان الناس اللي ماشيه هنا ما تقعش او يحصل لها حاجه هي وبتعدي فوق الدرين بتاعها. يبقى الوظيفه الثانيه بتاعته ان هو بيستخدم كمعبر للمشاه او في بعض الاحيان للسيارات، ان انا اخد الابر سلاب ديت ارفعها فوق
اعديها فوق كده او ارفعها، يعني بمعنى تاني ده انا ازود الارتفاع بتاع الاكواتك بتاعتي لغايه ما يكون نهايه السلاب بتاعتي ماشي مع الرود ليفل، والعربيات بتاعتي تعدي الضفه، من الضفه اليمين للضفه الشمال. ولو عملت الكلام دوت في كلتا الحالتين، لو كان معبر للمشاة او معبر للعربيات، لازم اراعي في الديزاين بتاعي قيمه الاحمال المضافه او الاضافيه، وغالبا هي بتكون اللايف لود سواء كان مشاة او لايف لود للعربيات. زي ما تعودنا في دراسه المنشات اللي قبل كده، السايفون والستيل اكوتك، ان احنا نبتدي بالكالفرت. ليه هنبتدي بالكالفرت؟ لان هو منشأ عرفناه ودرسناه بالتفصيل، فلو احنا عرفنا الفرق ما بينه وما بين المنشأ الجديد هيبقى العمليه بسيطه بالنسبه لنا. فاحنا عاوزين نعرف الفرق ما بين الكالفرت والمنشأ الجديد بتاعنا اللي هو الار سي بوكس اكودكت، او ساعات زي ما قلنا بنسميه الاوبن ثرو، اوبن ثرو اكودكت. اوكي، يبقى انا تاني عاوز استغل المعلومات اللي انا عارفها عن الكالفرت، الار سي بوكس كالفرت، واحولها لمنشأ جديد اسمه الار سي بوكس اكودكت. هنبدا زي ما تعودنا بالرسم. ليه الرسم؟ عشان اعرف المكونات بتاعه المنشأ والشكل بتاعه والملحقات بتاعته اللي بتكونه، لان هو زي ما قلنا منشأ مش بنشوفه كل يوم، فلازم الاول اتعرف عليه واعرف اللوحه بتاعه الموقع العام بتاعته. بالنسبه للرسم عندنا قطاعين، القطاع الاولين اللي هو الاليفيشن او السكشن اليفيشن بنسميه، او القطاع الطولي اللونجيتودينال سكشن. فانا ايه الفرق ما بين الكالفرت والاوبن ثرو او الار سي بوكس اكودكت؟ في حاله الكالفرت انا عندي منشا بيعدي ميه تحت طريق، لا انا في الحاله دي هستبدل القطاع العرضي بتاع الطريق ده واحط مكانه قطاع عرضي بتاع مجرى مائي المراسيب بتاعته منخفضه او منسوب القاع بتاعه منخفض، غالبا بيكون الدرين. يبقى انا هشيل كروس سكشن بتاع الطريق واحط مكانه كروس سكشن بتاع مجرى مائي المراسيب بتاعته منخفضه اللي هو المصرف، وهزود حاجتين، هزود دعامتين مينيمم العدد الاقل او المينيمم نمبر بتاع السبورت هو 2، يبقى هزود 2 دعامه، وهزود كمان هنا كمان هاند ريل عشان الاستخدام الثاني بتاع الاكودكت اللي هو بيستخدم كمعبر للمشاه. ده كده الفرق ما بين الكالفرت والاوبن ثرو او الار سي بوكس اكودكت في الاليفيشن بتاعي. في حاله البلان زي ما اتفقنا اسقاط قبل كده، ان اسقاط الطريق عباره عن 4 خطوط، لكن اسقاط المجرى المائي عباره عن 12 خط، وبالتالي هزود 8 خطوط، 4 خطوط يمين السنتر لاين و4 خطوط شمال السنتر لاين، اللي هم اسقاط الكسرات الزياده عندي. انا كان عندي هنا 1 2 3 4 اللي هو اسقاط الطريق، انا هزود 8 كسرات ب8 خطوط، 4 يمين السنتر لاين و4 شمال السنتر لاين. الكلام ده في البلان، وهزود كمان اسقاط الدعامات بتاعتي، وجزء من المنشا زي ما قلنا هيبان ستريت اللي هو الجزء اللي هنا ده. تعال دلوقتي ناخد مثال على رسمه اللي اوت بتاعت الار سي بوكس اكودكت، نرسمها عشان نتعرف على الشكل العام بتاعها. زي ما قلنا احنا بنقارن ما بين الكالفرت، فاحنا عندنا طريق اهو، طريق كروس سكشن طريق عرضه 63 متر كبير، هنستبدله، يعني هستبدل الرود كروس سكشن دوت، هستبدله بدرين كروس سكشن. ادي الدرين كروس سكشن بتاعنا بالتفاصيل بتاعته كلها، المناسيب والميول الجانبيه والابعاد. يبقى انا شلت الطريق ده وحطيت مكانه درين كروس سكشن، وعندي هنا كانال كروس سكشن، وبالتالي هنا بقى عندي درين وكانال، يبقى عندي مجريين مائيين، فلازم احل المشكله دي باستخدام منشا هيدروليكي. هستبدل الكالفرت واحط مكانه زي ما قلنا الاكودكت. يبقى دلوقتي عندي اكودكت كروس سكشن هستخدمه عشان يعدي الميه بتاعت المجرى المائي للمناسيب بتاعته عاليه اللي هو الكانال، فوق مجرى مائي المناسيب بتاعته منخفضه اللي هو درين. مطلوب مني ارسم بلان هاف ايرث ريموف سكشن اليفيشن. تعال نرسمها مره واحده بقى، خلاص احنا اتعودنا على الرسم. هيظهر معايا الشكل اللي انا
عاوزه اللي هو البلان والسكشن اليفيشن. فالبلان عندنا زي ما قلنا احنا شبه الـ RC box caliper بس زودنا اسقاط الكروس سكشن بتاع الدرين عبارة عن زيادة 8 خطوط دي 1 2 3 4 يمين السنتر لاين 1 2 3 4 شمال السنتر لاين وابتديت احط المناسيب بتاعت البيد والبيرم ودي الطريق وزودنا اسقاط الدعامة بتاعتي اتحول من منشأ من كالفرت بقى ار سي بوكس اكودكت او اوبن ثرو. في الاليفيشن كان عندي هنا طريق مستمر من الاول هنا لغايه هنا شلته وحطيت مكانه كروس سكشن بتاع الدريم بتاعي اهوت وزودنا دعامتين اللي هو اقل عدد من الدعامات وكمان زودنا سلالم اهوت زي ما انتم شايفين في سلالم من ناحيه اليمين وناحيه الشمال وعطينا هاند ريل اللي هو زي ترابزين عشان الناس ما يحصل لهاش ان هي بتعدي تنزل او تقع في المصرف بتاعها. يبقى دي رسمه البلان هاف ايرث ريموف سكشن اليفيشن للار سي بوكس اكوت. اوكي طبعا بنحط المناسيب بنحط او بنزود اكسسوارز اللي هي او الملحقات. عندي هنا وينج وول في الابستريم وفي الداونستريم. هنا بيكون في ثلاث حاجات، بيكون في جروف ومشايه وراك ودي الاسقاط بتاعهم جروف ومشايه وراك، والناحيه الثانيه بيكون في جروف ومشايه بس. والفاونديشن بتاعتي بتبان معايا وبنهشرها اللي هي القطع في الخرسانه المسلحه. وبعد كده بيكون في الدعامتين بيكونوا اسفل المنسوب بتاع الدريم بمسافه على الاقل نص متر. ولازم تتاكد ان المنسوب المنشا بتاعنا كله اعلى منسوب الميه في مصر. يبقى دي رسمه او لوحه اللي اوت بتاعت الار سي بوكس اكوادكت. بعد ما رسمنا لوحه اللي اوت اتعرفنا على شكل المنشا نبدا بقى خطوه التصميم الهيدروليكي او الهيدروليك ديزاين. زي ما قلنا احنا هنبدا نصمم البداله بتاعتي او الار سي بوكس اكودكت دايما على انها رانينج فري. رانينج فري يعني ايه؟ يعني الميه ماشيه مش بكامل القطاع، لا في جزء فيه ميه وفي جزء فيه هواء. غالبا الجزء اللي فيه هواء او فيه اير هنفرضه ان هو دلوقتي 0.5 متر، ممكن نزوده جزء بسيط عن كده في عشان اوصل في الاخر الارتفاع الكلي بتاع المنشأ والارتفاع الداخلي بتاع المنشأ يكون رقم صحيح. الرسمتين اللي قدامكم دول عباره عن فتحه واحده او فتحتين، احنا غالبا هنشتغل على فتحه واحده بس. اوكي يبقى انا هيكون عندي ارتفاع الميه هو واي داون ستريم بزود عليها نص متر، جبت الارتفاع الداخلي بتاع الاكوتكت، ومن الهيدروليك ديزاين هقدر اجيب الاس او عرض الفتحه، يبقى ان بتاعتي هتكون غالبا بتساوي واحد. الغرض من الهيدروليك ديزاين او التصميم الهيدروليكي زي ما قلنا قبل كده اربع حاجات، اللي انا اجيب الابعاد الداخليه، في الحاله بتاعتنا هنا هيكون الابعاد الداخليه هي الاس، ايجاد عدد الفتحات او المواسير، عندنا هنا فتحات وبالتالي وزي ما اتفقنا هنشتغل على ان بتساوي واحد، فانا اوريدي عارف ان الان بتاعتي بتساوي واحد. اختار نوع الحوائط، واخر حاجه اللي انا اتحقق من الشرط بتاع الضاغط ان الهيدنج اب او الفواقد اللي حصلت نتيجه وجود المنشا بتاعنا اللي هو الار سي بوكس اكودكت لازم تكون اقل من الفواقد المسموح بيها. فالداتا اللي عندنا اللي احنا هنحتاجها عشان اعمل هيدروليك ديزاين، هحتاج الكيو ماكسيموم بتاعت الترعه اللي انا هعمل اللي انا هاخدها اعدي فيها او اعديها من خلال الاكودكت او الصحاره بتاعتي. محتاج الهيدنج اب المسموح بيه في القطاع الطولي بتاع الترعه. محتاج احدد نوع الوينج وولز الحوائط بتاعتي في الابستريم والداونستريم. محتاج الكانال كروس سكشن ومحتاج الدرين كروس سكشن. غالبا بيكون الداونستريم كروس سكشن جيفن في الحالتين في الكانال وفي الدرين. نخلي بالنا ان الكانال كروس سكشن هستخدمه في ايه؟ هستخدمه في حساب الواي داون ستريم والاريا داون ستريم والفي داون ستريم، يعني هستخدمه في الهيدرال ديزاين، يعني ديت الكانال ده هو المايه اللي انا هحطها المايه بتاعته دي اللي هحطها داخل المنشا بتاعه. اما الدرين
البرنت هستخدمه في ايه؟ هستخدمه لحساب طول البداله بتاعتي، طول المنشأ بتاعنا. هجيبه منين؟ هجيبه من الدرين كروس سكشن اللي هو المتقاطع مع الكنال. تعالى نبدأ خطوات التصميم الهيدروليكي في حاله الرننج فري. في جزء مشترك او جزء واحد او عارفينه قبل كده، بس في اجزاء مختلفه زي ما هنشوف دلوقتي. الستبس بتاعت او البروسيجر بتاعت الهيدروليك ديزاين في حاله الرننج فري، من الكروس سكشن او الداون ستريم كروس سكشن بتاع الكانل هبدا اعمل بقى الخطوات اللي احنا عارفينها. هبدا اجيب الواي داون ستريم، الووتر ليفل ناقص البيد ليفل في القطاع بتاع الترعه، اطرحها من بعض يديني الواي داون ستريم. بعد كده اجيب الاريا داون ستريم اللي هي مساحه شبه منحرف عباره عن الواي ضرب بي زائد زد واي. اقسم التصرف على الاريا اللي انا جبتها، جبت الفي داون ستريم. زي ما خدنا قبل كده برضه في السايفون وفي الستيل اكودكت، ان الكود المصري حدد الرينج بتاع السرعات داخل المنشات الهيدروليكيه عن طريق تو رينجز او علاقتين. بيقول ان الفي داخل المنشات بتكون اكبر من 2 في داون ستريم واقل من 3 في داون ستريم. في نفس الوقت السرعه داخل المنشا بتاعنا لازم تكون اكبر من او تساوي 1 متر بير سكند واقل من او تساوي 2 متر بير سكند. فاحنا هناخد او هنجمع الشرطين دول في شرط واحد. يبقى السرعه بتاعتي تتراوح من كذا لغايه كذا، وهبدا احول السرعه ديت لمساحه عن طريق ان انا اقسم تصرف على السرعه. في نفس الوقت هغير الاشارات بتاعتي تتعكس، الاشاره ديت تتعكس والاشاره ديت تتعكس. طب المساحه بتاعتي او مساحه المنشا بتاعنا عباره عن ايه؟ اتفقنا عباره عن فتحه واحده او عدد من الفتحات مؤقتا دلوقتي، هي عباره عن اس ان عدد الفتحات مضروبه في اس اللي هو عرض كل فتحه في واي داون ستريم. ده اول اختلاف عندنا دلوقتي. قبل كده كنا شغالين running full، فكان عندنا المساحه المائيه بتاعتي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن n في s في h. لكن في الحاله بتاعتي هنا لا، الميه مش ماشيه في كامل القطاع، وبالتالي المساحه المائيه بتاعتي عباره عن n اللي هي عدد فتحات في s في ارتفاع الميه اللي هو y داون ستريم. يعني قبل كده كانت هنا الواي داون ستريم دي كنا بنشيلها ونحط مكانها h اللي هو في حاله running full. لكن في الحاله بتاعتنا هنا حالة الرننج فري، لا استبدلنا الارتفاع الكلي بارتفاع المية الفعلي اللي هو الواي داون ستريم، ان في اس في واي داون ستريم. احنا اتفقنا الان بتاعتنا هتكون واحد، هنفرض ان هي بتساوي واحد على طول بتساوي واحد، يبقى الان بتساوي واحد والواي داون ستريم انا عارفها، يبقى الاس بتاعتي اتحددت الرينج بتاعها خلاص. الاس اتعرفت من الرقم دوت لغايه الرقم دوت. بعد ما عرفت الاس بتاعتي هبدا اجيب الاريا لو المساحه المائيه بتاعت الاكودكت الاكشوال، خلاص الاس اتعرفت والواي داون ستريم معروفه، اقدر اجيب المساحه الفعليه بتاعت الميه واقسم التصرف على الاريا يديني السرعه الفعليه داخل المنشا بتاعنا اللي هي البي اكودكت. المفروض الخطوه اللي بعد كده ابدا اجيب او احسب قيمه الهيدنج اب، الضغط الهيدروليكي الفعلي نتيجه وجود منشا في الترعه بتاعتي. احنا عارفين ان الهيدنج اب هو الفرق ما بين منسوب المايه في الامام ومنسوب المايه في الخلف، الاب ستريم ووتر ليفل ناقص الداون ستريم ووتر ليفل. والضغط الفعلي اللي هو الاتش لازم يكون اقل من او يساوي الهيدنج اب الماكس اللي هو الضغط المسموح به، وده بيكون جيفن او معروف قبل ما اصمم المنشا بتاعي. يبقى لازم يكون الفواقد بتاعت الطاقه بتاعتي اقل من او يساوي الضغط الاستاتيكي المسموح به. قبل كده كنا بنحسب الهيدنج اب ده في حاله الرننج فول عن طريق ايكويشن واحده. ايكويشن واحده ليه؟ لان المايه هنا زي ما انتم شايفين احنا المايه ماشيه بكامل القطاع بتاعي، وكان في شرط او كونديشن عندنا عشان احقق ان المايه ماشيه في كامل القطاع ان منسوب الراسم السفلي بتاع المنشا بتاعنا لازم يكون اسفل الداون ستريم ووتر ليفل بمسافه مينيمم بتساوي 0.1 عشان اتاكد ان المايه ماشيه في كامل القطاع. وبالتالي كان الحساب
الهيدنج اب بتاعنا كان بيكون مره واحده عن طريق الايكويشن دي. يبقى كان مجموع الفواقد بتاعتي من بدايه حركه الميه ناحيه الابستريم للداونستريم كنت بحسبها من الايكويشن دي. لكن في الحاله بتاعتنا هنا احنا مش شغالين رانينج فول، احنا شغالين رانينج فري، يعني هنا في جزء فيه هواء، يعني الميه بتاعتي ماشيه وفي جزء فيه هواء، وبالتالي طريقه حساب الهيدنج اب هتكون مختلفه شويه. يبقى في حاله الرانينج فري الوضع هيتغير. اتفقنا ان في نص متر على الاقل فراغ داخل المنشا. فتعالى نشوف رحله الميه هتعدي ازاي داخل المنشا بتاعك. احنا عندنا المايه جايه في الاتجاه ده، الفلو بتاعنا ماشي في الاتجاه ده، منسوب هنا اسمه الاب ستريم ووتر ليفل. المايه هنا، المايه في الجزء اللي هنا دوت ماشيه في قطاع شبه منحرف، ماشيه براحتها في قطاع شبه منحرف، تبدا تخش على حوائط المدخل بتاعتي اللي هو القطاع بتاعها اقل من القطاع الشبه منحرف، غالبا بيكون هنا مستطيل، وبعدها تبدا تخش على المنشا بتاعنا. المايه هنا ماشيه في قطاع شبه منحرف، هتبدا تخش على قطاع غالبا بيكون مستطيل، فبيحصل فواقد، فالفواقد ده بتقلل المنسوب بتاع المايه. فهنلاقي ان في دروب في المايه هنا بقيمه هنسميها اتش 3. يبقى المنسوب هنا اب ستريم ووتر ليفل يبدا ينزل، ارتفاع المايه هنا واي اب ستريم يبدا ينزل نتيجه الفواقد اللي حصلت في الجزء دوت، يوصل لارتفاع ميه اسمه y2 في بدايه المنشا بتاعنا، ويحصل فواقد بقيمه اسمها h3. يعني y upstream عباره عن y2 زائد h3. اوكي؟ اكيد تبدا الميه تتحرك داخل المنشا بتاعنا اللي هو الار سي بوكس اكويدكت، فيحصل فواقد بالاحتكاك، فواقد بالاحتكاك داخل المنشا، ويبدا المنسوب بتاعنا اللي هنا ده او الارتفاع اللي هو واي 2 يبدا ينزل لغايه ما يوصل لواي 1 في نهايه المنشا. الفرق ما بين واي 2 وواي 1 هو عباره عن اتش 2 اللي هو عباره عن الفواقد اللي حصلت داخل المنشا. الميه ماشيه داخل المنشا بتاعنا في قطاع لسه زي ما هو مستطيل. اوكي، الميه تبدا تطلع تاني بقى من المنشا بتاعنا لغايه ما توصل للداون ستريم ووتر ليفل اللي هي قطاع شبه منحرف. تبدا الميه هنا ماشيه داخل المنشا بتاعنا اللي هو القطاع بتاعه مستطيل، تبدا كانت مخنوقه الميه هنا تبدا تطلع على قطاع شبه منحرف، تبدا ترد تاني او توسع تاني او المنسوب بتاعها يعلى تاني، فتوصل للواي داون ستريم او الداون ستريم ووتر ليفل. فهتلاقي الفرق ما بين الواي داون ستريم والواي واحد هو عباره عن مسافه هنسميها اتش واحد. يبقى معنى كده ان المنسوب هنا كان اسمه الاب ستريم ووتر ليفل او ارتفاع الميه هنا واي اب ستريم، هيبدا ينزل يحصل له فواقد في الجزء دوت لغايه ما يوصل لواي 2، وبعد كده ينزل تاني لغايه ما يبقى واي 1، وبعد كده يرجع تاني يعلى لغايه ما يوصل للعمق ده اللي هو واي داون ستريم. يبقى تاني هيحصل عندي فواقد هنا بقيمه اتش 3، بعد كده فواقد تانيه بقيمه اتش 2، وبعد كده يبدا يعلى المنسوب بتاعنا تاني بقيمه اسمها اتش 1. احنا قلنا قبل كده ان الهيدنج اب الفعلي هو الفرق ما بين الاب ستريم ووتر ليفل والداون ستريم ووتر ليفل. طب تعال نشوفها كده. لو انا عرفت القيمه دي اللي هي اتش 3 اللي هي الدروب اللي حصل الاولاني هنا في منسوب الميه زائد اتش 2، يبقى انا وصلت للنقطه دي، فكده هطرح منه اتش 1 هوصل للمنسوب ده اللي هو الداون ستريم ووتر ليفل. يبقى الهيدنج اب بتاعنا عباره عن ثلاث اجزاء او ثلاث قيم، لو عرفتهم اقدر اجيب الهيدنج اب الفعلي عباره عن اتش 3 زائد اتش 2 اطرح منهم اتش 1 عشان اجيب المنسوب ده اللي هو الداون ستريم ووتر ليفل، او الفرق ما بين الاب ستريم والداون ستريم اللي هو الهيدنج اب المسموح بيه اللي المفروض ما يزيدش عن الهيدنج اب الماكسيمم. طب انا دلوقتي جيفن عندي ايه؟ جيفن عندي في الكانال كروس سكشن بتاعنا هو الداون ستريم كروس سكشن، يعني القطاع اللي هنا بيكون معروف لكن هنا مش عارفه، يعني انا عارف الواي داون ستريم مش عارف الواي اب ستريم، وبالتالي انا هبدا بالراجع، هبدا احسب الاول اتش 1، لو عرفت اتش 1 هترحم الواي داون ستريم اجيب واي 1، بعد كده احسب اتش 2 لو جمعتها على واي 1 ده انا خلاص عرفتها اقدر اجيب واي 2،
وبعد كده لو هحسب اتش 3 اجمعها على واي 2 اجيب الواي اب ستريم، بمعنى ان انا اجيب الاب ستريم ووتر ليفل، وبالتالي لو عرفت جبت بالترتيب كده اتش 1 واتش 2 واتش 3 اعوض في الايكويشن ديت احسب قيمه الهيدنج اب. يبقى انا هبدا من الخلف من الداون ستريم لغايه ما اوصل للامام اللي هي الاب ستريم، هبدا احسب اتش 1 الاول، بعد كده اتش 2 الخطوه رقم 2، وبعد كده اتش 3، وارجع اعوض في الايكويشن ديت عشان احسب الهيدنج اب. ليه تاني بعمل الكلام ده وبرجع بالعكس؟ عشان الداتا اللي عندي هي القطاع المجرى في الداون ستريم، الداتا اللي عندي هي القطاع في الداون ستريم كروس سكشن. هنبدا باول قيمه احسبها اللي هي قيمه اتش 1. قيمه اتش 1 بتعتمد على نوع الحوائط في المخرج في الداون ستريم وين كول. فالايكويشن اللي هناخدها لحساب اتش 1 عباره عن ايه؟ عباره عن 1 ناقص كي اكزيت اللي هي الفواقد بتاعت الحوائط حسب النوع بتاعنا، زي ما احنا عارفين قبل كده عندنا بوكس وبروكن وسلوبنج ووربت. هشوف الكي اكزيت المقابله لنوع الحوائط بتاعتي واحطها هنا، 1 ناقص كي اكزيت في في 1 سكوير ناقص في داون ستريم سكوير على 2 جي. 1 هنا معناها ايه؟ معناها عند القطاع ده اللي هو عنده واي 1. اوكي؟ فالفي داون ستريم اوريدي انا عارفها. يعني الفي داون ستريم انا عارفها وحسبتها قبل كده. ان انا عندي الواي داون ستريم وجبنا الاريا داون ستريم وحولناها لسرعه اسمها في داون ستريم. والكي اكزيت انا عارفها خلاص، انا حددت نوع الحوائط. والجي اللي هي عجله الجاذبيه الارضيه معروفه. هتلاقي المجهول عندك هنا هو في 1. طبعا عشان اجيب في 1 اللي هي السرعه عند القطاع دوت لازم اعرف الاريا 1. طب الاريا 1 عباره عن ايه؟ عباره عن واي 1 في اس اللي هي العرض اللي انا جبته من الهيدروليك ديزاين. فانا خلاص الان بتاعتنا بتساوي 1. يبقى واي 1 في اس. لو انا الكيو قسمتها على الاريا 1 اقدر اجيب الفي 1. طب الاريا 1 قلنا عباره عن واي 1 في اس. طب الواي 1 اجيبها منين؟ ادي الواي 1 عباره عن اتش 2 او واي داون ستريم. واي داون ستريم ناقص اتش 1. يبقى عشان اجيب واي 1 اللي هجيب منها في 1 محتاج اعرف اتش 1. اتش 1 دي اللي انا عاوز اجيبها اصلا. اوكي؟ فهنعمل بروسيس كده اللي انا في الاول هعمل فرض مبدئي لاتش 1 اللي انا عاوز اجيبها اصلا. افرض ان هي بتساوي 5 سنتي 0.05. يبقى انا فرضت اتش 1. اوكي؟ هطرحها من واي داون ستريم اجيب واي 1. يبقى واي 1 عباره عن واي داون ستريم ناقص اتش 1. جبت واي 1 هضربها في الاس او الان في الاس، في الحاله بتاعتنا ان بتساوي 1 اجيب اريا 1. بعد كده احسب في 1 اللي هي عباره عن كيو على اريا 1 تساوي كذا متر بير سكند. جبت الفي 1 احطها في الايكويشن دي واجيب اتش 1 اللي انا عاوز اجيبه. يبقى انا فرضت اتش 1 عشان اجيب اتش 1. اوكي؟ فرضت الاتش 1 لانها معادله فيها مجهول. المجهول ده موجود في الطرفين فلازم افرض قيمه في الطرف عشان اجيب القيمه الثانيه. يبقى انا فرضت اتش 1 بتساوي 5 طلع لي في الاخر قيمه ثانيه لاتش 1. هل اقف كده خلاص؟ لا. لو انا بشتغل بالبروسيجر ديت او بالخطوات ديت هاخد اتش 1 اللي انا جبتها او الريزلت من الخطوه الاولانيه، انا كاتب هنا المحاوله الاولانيه. هاخد القيمه اللي انا جبتها ديت واحطها كفرض تاني محاوله تانية. هاخد افرض ان اتش 1 بتساوي القيمه اللي انا جبتها واطبق نفس الخطوات تاني، احسب واي 1 وبعد كده اريا 1 وفي 1 واي 1 واريا 1 وفي 1 واعوض في الايكويشن ديت واحسب اتش 1 وهتكون دي هي القيمه النهائيه لاتش 1 بتاعتي. اوكي؟ طبعا انت ممكن تعمل الكلام ده كله في خطوه واحده عن طريق الاله، معادله فيها مجهول واحد اللي هو اتش 1، تبدا تعوض هنا بقيمه في 1 وفيها مجهول اللي هو اسمه اتش 1 وتحلها على طول وتحسب القيمه الحقيقيه او الاكشوال بتاعت في 1. اللي ما بيعرفش يشتغل على الاله ويحسب اتش 1 على طول يستخدم البروسيجر ديت ان هو يفرض قيمه بتساوي 5 سنتي وابدا ارجع احسب اتش 1 واخدها مره ثانيه القيمه اللي انا جبتها لغايه ما اوصل للقيمه النهائيه بتاعت اتش 1. يبقى اتش 1 خلاص اتعرفت من الخطوه ديت عن طريق التعويض في الايكويشن ديت. اطرحها من واي داون ستريم خلاص، يبقى اتش 1 الاكشوال، اطرحها من واي داون ستريم يديني الواي 1 الاكشوال بتاعتي. يبقى في نهايه الخطوه الاولانيه ديت هقدر احسب واي 1 اكشوال اللي هي القيمه اللي هنا. الخطوه الثانيه خلاص حسبت اتش 1
هبدأ أحسب القيمة ديت اللي هي اسمها H2. قيمة H2 هتتحسب من المعادلة اللي قدامنا ديت، دي المعادلة دي جاية من معادلة مانينج، يقول إن H2 الفواقد اللي حصلت بالاحتكاك داخل المنشأ بتاعنا عبارة عن كيو سكوير، كمية المية اللي بتعدي داخل الأكويدكت بتكون جيفن أو معروفة من البداية، فإن سكوير اللي هو معامل مانينج برضك بيكون بيتراوح من القيمة بتاعته من 0.014 ل 0.0616، ده القيمة دي خاصة بالخرسانة غالبا بتكون جيفن، لو مش جيفن ممكن تاخدها 0.016 أو 0.014 الاثنين صح. يبقى كيو سكوير في ان سكوير في ال، ال اللي هو طول الاكودكت وعرفنا ازاي نحسبه قبل كده. الكلام ده مضروب في حاجه اسمها بي اس 4 على 3 مقسومه على الاريا اس 10 على 3. البي والاريا دول عباره عن قيم او دوال داخل فيهم قيمه اسمها واي افريج. ايه هي الواي افريج؟ واي افريج هي عباره عن ارتفاع الميه في منتصف المنشا بتاعنا. عندي هنا ارتفاع الميه واي 1 جبناه من الخطوه اللي فاتت، وعندي هنا واي 2، جبت واي 1 زائد واي 2 وقسمتهم على 2 جبت الواي افريج. فالبي والاريا اللي هي الويتد بريمتر والاريا اللي هي مساحه الميه هنا محسوبين على قيمه الواي افريج اللي هو القطاع المنتصف او المتوسط الموجود في نص المنشا بتاعنا. طب انا عشان احسب واي افريج لازم اكون عارف واي 2، انا دلوقتي عارف واي 1، طب واي 2 عباره عن ايه؟ واي 2 عباره عن واي 1 زائد اتش 2. طب اتش 2 دي انا عاوز اجيبها اصلا، يبقى انا هيبقى عندي معادله برضك فيها مجهول واحد موجود في الطرفين، اتش 2 هنا واتش 2 هنا اللي هو داخل في حساب قيمه البي والاريا. فهعمل ايه؟ هفرض، هفرض قيمه اتش 2 في الاول. يبقى انا هفرض اتش 2 برضك ب 5 سنتي. اوكي؟ هفرض قيمه اتش 2 اللي هي القيمه دي 5 سنتي، هجمعها على واي 1 هجيب واي 2، يبقى واي 2 عباره عن واي 1 اكشوال اللي جبتها من الخطوه اللي فاتت زائد اتش 2 اللي انا فرضتها، جبت قيمه واي 2. خلاص واي 2 اتعرفت، اجمعهم على واي 1 واقسمهم على 2 يديني واي افريج، يبقى واي افريج عباره عن واي 1 اكشوال زائد واي 2 مقسومه على 2. هروح حاسب الاريا اللي هي مساحه القطاع المائي عباره عن اس في واي افريج، اس في واي افريج في ان اللي هي بتساوي 1 عندنا. واحسب البي اللي هي الويتد بريمتر طول المبلل عباره عن واي افريج زائد اس زائد واي افريج، اس زائد 2 واي افريج في ان اللي هي بتساوي 1. خلاص الاريا اتعرفت والبي اتعرفت، اقدر اعوض في القانون ده واحسب قيمه اتش 2. يبقى انا فرضت اتش 2 عشان اجيب اتش 2. هقف لغايه هنا؟ لا، هعمل محاوله ثانيه، دي المحاوله الاولانيه. المحاوله الثانيه هاخد قيمه اتش 2 اللي انا جبتها من المحاوله الاولانيه كفرض مبدئي عندي، وابدا احسب واي 2 وبعد كده الواي افريج والاريا والويتد بريمتر، وارجع اعوض في القانون ده واحسب اتش 2، يبقى كده جبت القيمه النهائيه بتاعه اتش 2 او الفواقد اللي حصلت نتيجه الاحتكاك داخل المنشا. بعد ما جبت اتش 2 اللي هي الاكشوال، خلاص دي القيمه النهائيه، هجمعها على واي 1 الاكشوال يديني واي 2، يبقى واي 2 الاكشوال اقدر اجيبها. خلاص بعد ما عرفت واي 2 اقدر اجيب الاريا بتاعت القطاع رقم 2 اللي هي عباره عن ان في اس في واي اكشوال او واي 2 اكشوال، اس في واي 2 اكشوال، واجيب السرعه كمان اللي هي عباره عن كيو مقسومه على اريا 2 اكشوال. يبقى في نهايه الخطوه الثانيه اللي هي حساب اتش 2 هقدر اجيب الواي 2 اكشوال والاريا 2 اكشوال والسرعه الفعليه او الحقيقيه عند القطاع رقم 2. تاني ممكن تستبدل الخطوتين دول كلهم عن طريق ان انت تحل معادلة فيها مجهول واحد في الطرفين باستخدام الآلة بتاعتك عن طريق الترايل، وتحسب قيمة H2 على طول، وبعد ما تحسب H2 تجيب Y2 Actual و Area 2 Actual و B2 Actual. الخطوة اللي بعد كده هبدأ احسب H3. اتش 3 الفرق ما بين الواي ابستريم والواي 2، لو عرفت اتش 3 اجمعها على واي 2 اكشوال يديني واي ابستريم، يعني المنسوب هنا يتعرف على طول. لحساب اتش 3 هستخدم المعادله ديت، تقول الكي راك في ابستريم سكوير على 2 جي زائد 1 في الكي انترنس في 2 سكوير ناقص في ابستريم سكوير على 2 جي.
الجزء ده بيكون قيمته صغيره جدا، فهنتفق دلوقتي اللي احنا هنهمله، هيتم اهمال الجزء دوت اللي هي الفواقد نتيجه وجود الراكس او الشبكه. هيبقى لي الترم ده بس اللي هي 1 زائد كي انترنس في 2 سكوير ناقص دي ابستريم سكوير على 2 جي. الكي انترنس اللي هو الفواقد نتيجه نوع الحائط، يبقى حسب نوع الحائط بتاعنا هبدا احط القيمه اهيت حسب بوكس ولا بروكين ولا اوربت ولا اي حاجه، هبدا احط قيمه الكي انترنس. الفي 2 احنا حسبناها من الخطوه اللي فاتت، لو نرجع سلايد كده احنا حسبنا هنا الفي 2 الاكشوال، خلاص القيمه دي اتعرفت يبقى في 2 اكشوال معروفه. المجهول عندي هي الفي ابستريم، السرعه في الابستريم. اتفقنا هنا القطاع هنا في الابستريم عباره عن شبه منحرف، فعشان اجيب الفي ابستريم لازم اعرف الاريا هنا، الاريا ابستريم، وعشان اعرف الاريا ابستريم محتاج اعرف الارتفاع ده اللي هو الواي ابستريم. طب الواي ابستريم عباره عن ايه؟ عباره عن واي 2 زائد اتش 3، يبقى لازم اكون عارف اتش 3. طب ابص في المعادله هنا هتلاقي ان انا اصلا بحسب اتش 3، يبقى تاني المعادله ديت عباره عن معادله في مجهولين، في مجهول واحد موجود في الطرفين مش هعرف افصلهم، لازم افرض واحد او افرض قيمه عشان اجيبها وارجع تاني اعمل ترايل تاني او استخدم الاله مباشره زي ما قلنا. ف هفرض بردك ان اتش 3 بتساوي 5 سنتي، 5 سنتي كفرض مبدئي، هجمع واي 2 اكشوال زائد اتش 3 يديني الواي اب ستريم. بعد كده هحسب الاريا بتاعتي عباره عن مساحه شبه منحرف اللي هي واي في بي زائد زد واي، هقسم التصرف على الاريا اللي انا حسبتها يديني الفي اب ستريم، احطها في المعادله ديت يطلع لي قيمه اتش 3. يبقى انا فرضت اتش 3 عشان اجيب اتش 3، دي الترايل الاولانيه بتاعتي. هكرر الكلام دوت محاوله ثانيه، اخد اتش 3 اللي طلعت من المحاوله الاولانيه احطها كفرض مبدئي في المحاوله الثانيه، واحسب الواي اب ستريم والاريا اب ستريم والفي اب ستريم، وارجع اعوض في المعادله اللي فوق ديت يطلع لي قيمه اتش 3، ودي هي دي القيمه النهائيه بتاعت اتش 3. هي محاولتين بس، او استبدل المحاولتين دول اللي انا احل المعادله عن طريق الاله واحسب القيمه بتاعت اتش 3 مباشره. بعد حساب قيمة اتش 1 و اتش 2 و اتش 3 هرجع اعوض في المعادلة بتاعتي، بنقول ان الهيدنج اب بتاعنا عبارة عن اتش 3 المية بتاعتي نزلت زائد اتش 2 المية نزلت تاني، يبقى كده المية طلعت فوق يبقى ناقص اتش 1، اتش 3 زائد اتش 2 ناقص اتش 1. الكلام دوت لا يزيد عن قيمة الهيدنج اب المسموح بيه اللي هي الهيدنج اب او الضاغط المسموح بيه. اوكي، في ملاحظة هنا في حساب قيمة اتش 1، لو انا استخدمت نوع الحوائط بوكس تايب في الخلف في الداون ستريم، ده معناه ان الكي اكزيت بتاعتي بتساوي 1، فلو عوضت في الايكويشن بتاعت حساب اتش 1 وحطيت القيمة هنا بتساوي 1 اللي هي قيمة الكي اكزيت، هتلاقي 1 ناقص 1 بيساوي 0، وبالتالي يطلع قيمة اتش 1 بتساوي 0. يبقى لو انت عندك الحرية اختيار نوع الحوائط في المخرج ممكن تاخدها ان هي بتساوي او النوع ده يكون بوكس تايب، وبالتالي الكي اكزيت هتساوي 1، وبالتالي قيمه اتش 1 هتطلع على طول بتساوي 0، ما اضطرش ان انا احسب قيمه اتش 1. طبعا الكلام دوت لو انت عندك حريه الاختيار لنوع الحوائط اللي في الخلف او في المخرج ممكن تختارها بوكس عشان يطلع في الاخر ان اتش 1 بتساوي 0. اوكي، وبكده نكون خلصنا خطوه التصميم الهيدروليكي. حددنا عدد الفتحات هو زي ما اتفقنا 1، ان هنا بتساوي 1، جبنا الابعاد بتاعت الفتحه الواحده اللي هو جبنا العرض يعني اللي هو اس، حددنا نوع الحوائط لو هي انت اللي بتختار النوع هتقدر نحدده، وحسبنا قيمه الهيدنج اب وقرناها بالمسموح به. يبقى كده عملنا الاربع خطوات بتوع الهيدروليك ديزاين. بعد ما خلصنا الهيدروليك ديزاين هنبدا بقى الخطوه اللي بعديه اللي هي التصميم الانشائي او الاستراكشر ديزاين. الغرض زي ما احنا عارفين الغرض من الاستراكشر ديزاين ان انا اجيب التخانات السيكنس بتاعت العناصر اللي هتكون المنشا بتاعي، واشيك على الاستريسز لو هي ستيل، او اجيب الاريا ستيل الحديد بتاع التسليح لو هي ار سي. احنا النوع بتاعنا هو ار سي بوكس اكود، فانا محتاج اجيب تخانات ومحتاج اجيب حديد تسليح كمان. اوكي، ف زي ما درسنا الستيل
اكودكت والسايفون. قسمنا المنشآت ديت، هيكون نفس الكلام هنا كمان في الار سي بوكس اكودكت، ان البدالة بيتم تقسيمها انشائيا لقسمين لجزئين. الجزء الاولاني هو الكالفرت بارت، شايفين الجزء اللي هنا ده اسمه الكالفرت بارت، والجزء ده اسمه الكالفرت بارت. عباره عن منشأ، المنشأ ده بيعدي ميه تحت طريق، منشأ بيعدي ميه اهو تحت طريق، وهو بالتالي كالفرت. وبالتالي الجزء اللي هنا ده اللي هو الكالفرت بارت، والجزء اللي هنا اللي هو الكالفرت بارت، بيماثل او بيعامل معامله الار سي بوكس كالفرت اللي انت درستها بالتفصيل، يعني نفس الخطوات بتاعت الديزاين اللي هنا واللي هنا هي اللي انت درستها في البوكس كالفرت، يبقى مفيش اي اختلاف تمام. اوكي، مش هنعيد طبعا الكلام ده تاني، انت عارفه خلاص. فالكالفرت بارت اللي هو الجزء الاولاني اللي هنا والجزء اللي هنا، التصميم بتاعه انت عارفه كويس. نيجي للجزء اللي في النص انشائيا بنسميه الاكودكت بارت. الاكودكت بارت الطول بتاعه نقدر نحسبه زي ما حسبناه في الستيل اكودكت، هو عباره عن المسافه من اول هنا لغايه هنا، وهطرح من اول هنا النقطه ديت لغايه النقطه ديت، هطرح 1 متر من الناحيه دي و1 متر من الناحيه دي، اقدر اجيب الفاصل الانشائي في الناحيتين اللي هو الفاصل ما بين الكالفرت بارت والاكودكت بارت. يبقى الجزء الثاني عندنا هو الاكودكت بارت، ده الجزء الجديد عندنا عايزين نعمل له ستراكشر ديزاين، عايزين نجيب التخانات بتاعته ونجيب حديد التسليح بتاعه. الشكل بتاع الكروس سيكشن زي ما اتفقنا هو عباره عن فتحه واحده، فتحه واحده بتتكون من بلاطه سفليه وبلاطه علويه، وفي هنا سايد بيم او مين بيم. يبقى عندنا الشيب بتاعنا او فتحه واحده، عندنا ابر سلاب بلاطه علويه، هنفرض لها تخانه مبدئيا بتساوي 20 سم، يبقى التخانه بتاعت الابر سلاب هنفرضها مبدئيا كده 20 سم، وعندنا لور سلاب بلاطه سفليه التخانه بتاعتها هنفرضها بتساوي 30 سم. وبعد كده العنصر الثالث عندنا اللي هو رقم 3 بنسميه الفيرتيكال سايد بيم او المين بيم، الكاميرا الرئيسيه عندنا كاميرتين، واحده هنا وواحده هنا، العرض بتاعها هنسميه بي سمول، هناخده مبدئيا بيساوي 30 سم. يبقى عندي هنا 20 سم وهنا 30 وهنا 30 وتحت بيساوي 30. يبقى الكروس سكشن بتاعنا فتحه واحده، البعد اللي فوق او السكنس بتاع البلاطه اللي فوق 20، البلاطه اللي تحت 30، والفيرتيكال سايد بيم الكاميرا الجانبيه اللي هنا والكاميرا الجانبيه اللي هنا اللي هي الحيطه اللي هنا ويعني الحيطه اللي هنا هناخدها بتساوي 30 سم. التصميم بتاع الابر سلاب واللور سلاب مش هيعتمد على البحر بتاع الاكودكت اللي هو ال طول ال ده ال سمول، مش داخل معايا في التصميم بتاع الابر سلاب واللور سلاب. وكمان عدد الركائز احنا اتفقنا المينيمم عدد بتاع اقل عدد من السبورت هو 2، لو زاد عن كده او قل ده مش هيأثر معايا في الديزاين بتاع الابر سلاب واللور سلاب. يبقى تاني التصميم بتاع الابر سلاب واللور سلاب ملوش علاقه، ليس له علاقه بالبحر بتاع الاكودكت بورت ولا عدد الركائز، لكن العنصر الوحيد اللي هيتأثر بعدد الركائز والبحر لو طول الاكودكت بورت هو هيكون العنصر رقم 3 اللي هو الفيرتيكال سايد بي. بمعنى تاني ان الابر سلاب واللور سلاب لما اجي اصممهم هصممهم على الكروس سكشن في الاتجاه اللي احنا شايفينه ده، ده كده الاستراكشر سيستم بتاعها، ده الاستراكشر سيستم بتاعها. لكن لما اجي اعمل ديزاين للسايد بيم دي لا، ده انا هشتغلها في اللونجيتودينال سكشن، في القطاع العمودي على القطاع ده اللي هو اللونجيتودينال سكشن. يبقى ده العنصر رقم 1، العنصر رقم 2 اللي هي الابر سلاب واللور سلاب هيصممه في الاتجاه العرضي، اما السايد بيم او المين بيم هيصممه في الاتجاه الطولي زي ما هنشوف دلوقتي. هنبدا باول عنصر اللي هو العنصر رقم 1 اللي هو الابر سلاب. عنصر رقم 1 اللي هو الابر سلاب. المفروض احنا عارفين الخطوات بتاعت الديزاين لاي عنصر انشائي، اللي احنا نبدا نحدد اول خطوه الاستراكشر سيستم، ده خطوات التصميم الانشائي لاي عنصر، تحديد الاستراكشر سيستم، اجيب الاحمال اللي عليه، احول الاحمال ديت لستريننج اكشن، واصمم الكلام ده، اجيب تخانات واريا ستيل. يبقى اول خطوه هي الاستراكشر سيستم، ثاني خطوه هي الاحمال لودنج، ثالث خطوه احول الاحمال ديت لستريننج اكشن، ورابع خطوه اعمل ديزاين اجيب تخانات واريا ستيل واشيك عليها. فبالنسبه للابر سلاب اللي هي البلاطه العلويه بتاعتنا،
فهي عبارة عن one way slab، كاميرا one way، الاتجاه ده صغير والاتجاه ده كبير جدا، هي one way slab. فالاستراكشر سيستم بتاعنا هنفرض ان هي سيمبل بيم، سيمبل بيم. البحر بتاعها عبارة عن ال سمول، ده هناخده ان هو 1.05 مضروبة في اس، حيث اس هو عرض الداخلي بتاع الفتحة بتاعتي اللي انا جبته من الهيدروليك ديزاين. يبقى عبارة عن كاميرا بسيطة، البحر بتاعها 1.05 مضروب في اس. التخانة زي ما اتفقنا هنفرضها ان هي بتساوي 20 سنتي. هنبدأ. يبقى أول خطوة هو الاستراكشر، حددنا الاستراكشر سيستم عبارة عن كاميرا بسيطة مرتكزة هنا على السايد بيم دي والسايد بيم دي، البحر بتاعها بيساوي كام؟ 1.05 اس، والتخانة فرضناها بتساوي 20 سنتي. أبدأ أجيب الأحمال اللي موجودة على البلاطة ديت. الأحمال عبارة عن ديد لود ولايف لود. الديد لود عبارة عن إيه؟ الأون ويت بتاع البلاطة وزنها، زائد نحط كفرنج هنا. الكفر ده ممكن يكون أسفلت، ممكن يكون بلاط عشان الناس اللي هتمشي، لان احنا قلنا ليها استخدام تاني الاكودكت ان هي تكون معبر للمشاة، هستغل الابر سلاب ديت الناس تعدي عليها، فهبدا احط كفر كمان. الكفر ده زي ما قلنا ممكن يكون اسفلت او بلاط. الاون ويت عباره عن ايه؟ عباره عن التخانه اللي انا فرضتها اللي هي ال 20 سم مضروبه في الجاما بتاعت الار سي. الكفر غالبا بيكون السيكنس بتاعه 8 سم، او هنفرض ان هو 8 سم، نتفق ان هو هيكون 8 سم مضروب في الجاما بتاعت الاسفلت او البلاط. هنفرضها ان وردت ان هي بتساوي 2.2، اوكي، يبقى الكلام ده ثابت عندنا. التخانه دي ثابته 8 سم، والاسفلت الجامعه بتاعته 2.2، اجمع الاون ويت زائد الكفر يديني الديد لود او الدبليو ديد لود بتاعتي. اللايف لود هناخده ان هو بيساوي 0.5 طن لكل متر سكوير، ده الايكويفلنت لايف لود اللي على البلاطه العلويه. بردك لو هو مش جيفن خده على طول بيساوي 0.5، لكن لو هو جيفن لو قلت لك هو بيساوي 0.6 0.7 التزم بالرقم الموجود عندك في البروبلم اللي انت بتحلها. لو انا جمعت الديد لود واللايف لود هيديني الحمل الكلي الموجود على الكاميرا او على السيمبل بيم ديت اللي البحر بتاعها بيساوي 1.05 اس. الخطوه الثالثه في خطوات الديزاين احول اللودنج لستريننج اكشن. عندي هنا حمل اسمه دبليو، المومنت عندنا في الحاله دي عباره عن دبليو في ال سكوير على 8، حيث ال اللي هي 1.05 اس. خطوه رقم 4 ابدا اجيب الديزاين. الديزاين هجيب الدبس عباره عن كي 1 جذر المومنت اللي انا جبتها هنا، ضربتها في 10 اس 5 عشان يطلع لي الدي بتاعتي بالسنتي على طول، مقسومه على 100 اللي هو اكني واخد 1 متر في الاتجاه العمودي. دي بتساوي كي 1 بجذر ام في 10 اس 5 على 100 هيديني الدي. الدي دوت لو انا زودت عليه الكفر بتاع الخرسانه المسلحه هيديني التخانه بتاعتي طبعا لا تقل على الفرض اللي انا فرضته اللي هو 20 سنتي. جبت الدبس او التخانه بتاعتي، هبدا اجيب الاريا ستيل عباره عن ام مقسومه على كي 2 في دي. المفروض الكلام ده لا يقل عن الاريا ستيل مينيمم اللي هي بتساوي 25% من اريا كونكريت اللي هي تي اللي انا فرضتها. لو طلعت القيمه دي اقل من القيمه دي هشتغل على المينيمم. جبت الاريا ستيل الرئيسي الاريا ستيل المين، هبدا اجيب الاريا ستيل داش اللي هو الحديد اللي فوق، عباره عن نص الاريا ستيل بتاعتي، بيكون بنفس عدد الاسياخ فاي 12. يعني مثلا لو الاريا ستيل الرئيسيه طلعت مثلا 7 فاي 16 هيبقى هنا نفس عدد الاسياخ اللي هو 7 بس فاي 12، ده المينيمم بتاعنا. وبعد كده في الاريا ستير السكندري او اللي هو العمودي، الحديد العمودي على الحديد الرئيسي، هناخده ان هو بيساوي 5 فاي 12. يبقى عندنا ثلاث انواع من الحديد، اريا ستير واريا ستير داش واريا ستير السكندري، وده شكل كروكي التسليح بتاعنا. ده الاريا ستير اللي انا جبتها، اريا ستير كل متر، وادي الاريا ستيل داش اللي هو الحديد العلوي اللي فوق دوت، نفس العدد بس فاي 12. وبعد كده الدوتد ديت هي الاريا ستير السكندري فوق وتحت، اتفقنا هيكون 5 فاي 12. ممكن تكسح او ممكن ما تكسحش حسب الشوب دروينج بتاعتك، مش تفرق يعني. ده كده اول عنصر عندنا اللي هو الابر سلاب، فرضنا له تخانه وحددنا الاستراكشر سيستم بتاعه، جبنا الاحمال حولناها لستريننج اكشن، وجبنا الاريا ستيل بتاعتنا. قيمه كي 1 قيمه كي 1 وقيمه كي 2 هنثبتهم.
لما نيجي نشتغل إن شاء الله مثال في آخر المحاضرة دي. تاني عنصر عندنا اللي هو الديزاين بتاع اللور سلاب البلاطة السفلية. هنطبق نفس الخطوات، الأربع خطوات، أجيب أحدد الاستراكشر سيستم، أجيب الأحمال أحولها لستريننج أكشن وأعمل ديزاين. أوكي، فأول خطوة اللي هو الاستراكشر سيستم بتاعنا ده اللور سلاب، فهي ممسوكة هنا بكاميرا، ممسوكة هنا بكاميرا، العمق بتاعها كبير قوي. فالاستراكشر سيستم بتاعنا هتكون عبارة عن بيم فيكسد من ناحيتين، هنا فيكسد وهنا فيكسد. البحر بتاعها زي البحر بتاع الأبر سلاب، هيكون 1.5 S. أوكي، التخانة زي ما اتفقنا هنفرضها إن هي بتساوي 30 سنتي، يبقى الاستراكشر سيستم عبارة عن كاميرا فيكسد من ناحيتين، البحر بيساوي 1.5 S، التخانة بتاعتنا بتساوي 30 سنتي. هبدأ أجيب الأحمال اللي عندي، الأحمال اللي على البلاطة ديت عبارة عن إيه؟ عبارة عن الأون ويت، ده الديد لود، عبارة عن الأون ويت اللي هو عبارة عن تي ال اللي أنا فرضتها، تي لور سلاب 30 سنتي في الجاما اللي هي بتساوي 2.5، يديني الحمل الديد لود. طب اللايف لود عبارة عن إيه؟ عبارة عن وزن المية، يعني ممكن يكون في مية أو ممكن ما يكونش في مية، فده يعتبر لايف لود. يبقى اللايف لود عبارة عن وزن المية اللي هو ارتفاع المية اللي هي واي داون ستريم مضروبة في جاما ووتر. في أحمال تانية؟ في حاجات تانية. المية اللي موجودة هنا فوق ديت لو أنا ركزتها كده هيديني هيدروستاتيك بريشر، ضغط هيدروليكي بيأثر على السايد بيم. الضغط ده هيتنقل عند الكونكشن او عند الاتصال بتاع اللور سلاب والسايد بيم، هيتنقل بحاجتين، هيتنقل ده رد الفعل هنا تنشن فورس، القيمه اللي هي البي دبليو ديت او تركيز هيدروستاتيك بريشر، هيتنقل هنا كرد فعل نفس القيمه. اوكي، هيأثر على البلاطه اللي تحت ديت اللي هي اللور سلاب بتنشن فورس بتساوي قيمه الهيدروستاتيك بريشر، وكمان الحمل ده او تركيز المثلث ده، تركيز الضغط الهيدروليكي ده هيتنقل هنا بفيكسد اند مومنت جايه بالشكل ده كده. اقدر احسبها عباره عن بي ووتر، تركيز المثلث ده مضروب في البعد ده اللي هو عباره عن واي داون ستريم على 3. يبقى الميه هتاثر على السايد بيم، الميه بتاعتي اللي موجوده هتاثر على السايد بيم، والكلام ده هيتنقل في الكونكشن او الاتصال بتاع اللور سلاب والسايد بيم بحاجتين، الحاجه الاولانيه تنشن فورس وفيكسد اند. يبقى التنشن فورس عباره عن تركيز المثلث اللي هي عباره عن نص جاما في الواي داون ستريم سكوير، والفيكسد اند مومنت اللي هي النيجاتيف مومنت ديت عباره عن تركيز المثلث ده اللي هو نص واي، نص واي داون ستريم سكوير في البعد ده اللي هو واي داون ستريم على 3، يطلع لي في الاخر نص نص جاما في واي داون ستريم 3 + 3 على 3. يبقى الميه اثرت كلايف لود وزن، واثرت بحاجتين تانيين اللي هي تنشن فورس وفيكسد اند مومنت. يبقى التوتال لود عندنا عباره عن دبليو ديد لود ودبليو لايف لود، الاون ويت ووزن الميه، وعندي تنشن فورس، وعندي فيكسد اند مومنت او نيجاتيف مومنت عند نهايه البلاطه بتاعتي. يبقى عندي حمل موزع، عندي فيكسد اند مومنت، وعندي تنشن فورس. القيمه اللي هنا اللي هي الام نيجاتيف اقدر اوقعها لان انا عارفها. الام بوزيتيف عباره عن ايه؟ عباره عن التعليقه بتاعتي اللي هي دبليو ال سكوير على 8 ناقص النيجاتيف مومنت، بقى عندي بوزيتيف مومنت ونيجاتيف مومنت. القيمة البوزيتيف وادي القيمة النيجاتيف. اخد القيمة الكبيرة اللي فيهم وابدأ اعمل الخطوة رقم 4 اللي هي الديزاين. يبقى الديزاين هستخدم الام ماكسيموم اللي هي الكبير من النيجاتيف مومنت والبوزيتيف مومنت، وعندي تنشن فورس اللي هي التي. هجيب الدبس اللي هي كي 1، وقلنا اتفقنا هنحدد الكي 1 في المثال، كي 1 كسر ام على 100، وما انساش اضرب ال 100 ديت او الام في 10 اس 5 عشان اطلع لي الدبس بالسنتي، ازود عليه الكفر بتاعي يدينا التخانه لا تقل عن 30 سنتي اللي انا فرضتها في الاول. كده ابدا احسب الاريا ستيل بتاعتي، عباره عن ام مقسوم على كي 2 في دي، حيث دي اكشوال مش دي اللي انا جبتها من القانون اللي فات، لا دي اكشوال، زائد التنشن فورس مقسوم على اف ستيل اللي هي 1200 كيلو جرام لكل سنتي
مربع. الكلام ده لا يقل عن اريا ستيل مينيموم اللي هي بتساوي 25% اريا كونكريت اللي هي 25 التخانه بتاعتي. الاريا ستيل ده عشان هاخدها نفس القيمه اللي هي الاريا ستيل اللي فوق يعني نفس قيمه الاريا ستيل، يعني لو طلع هنا 8 15 8 فاي 16 هاخدها نفس القيمه اللي هي 8 فاي 16. لكن الاريا ستيل السكندري اللي هو العمودي هنثبته اللي هو بيساوي 5 فاي 12 مليمتر لكل متر. وادي شكل التسليح بتاعنا، ادي الاريا ستيل بتاعتي هنا. عندي هنا بوزيتيف مومنت وعندي نيجاتيف مومنت في الناحيتين، فالاريا ستيل تكون فوق وتحت نفس القيمه، هنا اريا ستيل وهنا اريا ستيل عشان اتاكد ان هي بيغطي العزم بتاعنا النيجاتيف والبوزيتيف. وبعد كده الاريا ستيل السكندري 5 فاي 12 فوق وتحت اللي هي الدوتد. اوكي ده شكل التسليح بتاعنا، الحديد السفلي اللي تحت ده كده هيبدا يطلع لفوق، والحديد العلوي الحديد العلوي يبدا يلف الف وكده وارجعه تاني فوق بالسايد بيم عشان اتاكد ان هي فيكسد هنا. فالحديد العلوي السفلي اهو اللي هو الاريا ستيل اللي تحت هيبدا يطلع لفوق كده، والحديد العلوي بتاعنا هيلف ويرجع يخش تاني بالسايد بيم. دي التفاصيل بتاعت التسليح بتاعتي. كده خلصنا العنصر التاني اللي هو اللور سلاب. هنروح للعنصر رقم 3 واخر عنصر عندنا في الاستراكشر ديزاين اللي هو تصميم المين بيم او الفيرتيكال سايد بيم. هنطبق نفس الخطوات، حدد الاستراكشر سيستم، اجيب احمال احولها لستريننج اكشن، وبعد كده اعمل ديزاين. بس هنا الاختلاف ان انا هصمم السايد بيم ديت في اتجاهين، في الاتجاه العرضي عشان اجيب حديد بتاع الكنات، وفي الاتجاه الطولي عشان اجيب الحديد الرئيسي. يبقى انا هصممها في اتجاهين، الكروس سكشن دايركشن واللونجيتودينال كروس سكشن. الكروس سكشن دايركشن عشان اجيب حديد الكنات، واللونجيتودينال كروس سكشن عشان اجيب الحديد الرئيسي بتاعي. هبدا اعمل ديزاين في الكروس سكشن دايركشن عشان اجيب الحديد او تسليح الكنات. الدايمنشن بتاعتنا احنا قلنا الفرض بتاع السايد بيم، هنفرض ان التخانه بتاعتنا بتساوي 30 سم. ادي عندي كاميرا التخانه بتاعتها 30 سم. الارتفاع بتاع الكاميرا عباره عن ايه؟ عباره عن تي ابر اللي هي 20 سم زائد 50 سم اللي هي الفراغ زائد واي داون ستريم زائد تي لور. يبقى تي ابر زائد 50 سم زائد واي داون ستريم زائد تي لور. كل القيم دي انا عارفها، يبقى انا عرفت ارتفاع الكاميرا وعرفت العرض او فرضت العرض بتاع الكاميرا. ده الدايمنشن بتاعتنا. الاحمال على الكاميرا ديت هو عباره عن تاثير الميه عليها. فعندي هنا مثلث ضغط ميه اهو هياثر بقوه ضغط كومبريشن، والكومبريشن فورس دي هتتنقل هنا عند نهايه الكاميرا فيكسد اند مومنت اللي هو ام. يبقى الستريننج اكشن عباره عن فيكسد اند مومنت، انا حسبتها قبل كده لو انتم فاكرين في الديزاين بتاع اللور سلاب، عباره عن تركيز المثلث اللي هنا اللي هي نص جاما ووتر في واي داون ستريم سكوير مضروبه في الدبس بتاعنا او دراع العزم اللي هو واي داون ستريم على 3. يطلع لي في الاخر ان الفيكسد اند مومنت عباره عن نص جاما ووتر في واي داون ستريم تكعيب على 3. اوكي يبقى حسبنا الكلام دوت في اللور سلاب. جبت المومنت بتاعنا اللي هو الام، هبدا اجيب الدبس بتاع الكاميرا عباره عن كي 1 جذر ام اللي انا حسبتها فوق اللي هي الفيكسد اند مومنت، مقسومه هنا بقى مش على 100، كل مره كنا ناخد 100 هنا 1 متر عمودي على الورقه 1 متر عمودي على السبوره، هنا لا انا هقسم على اتش، هقسم على قيمه اتش اللي هو الارتفاع ده. يبقى عندي كاميرا اكني خدت الكاميرا دي قلبتها كده قلبتها، الكاميرا دي عرضها كانها اتش وهنا بتساوي بي، وبالتالي الدبس بتاعنا عباره عن كي 1 جذر ام مقسوم على البعد العمودي اللي هنا اللي هو اتش. الام او الفيكس اند مومنت دي هتسبب لي تورشن فورس، تورشن عاوزه تلوي الكاميرا بتاعتي. اوكي فدي الام دي تعتبر تورشن فورس. يبقى في اختلاف هنا اللي انا قسمت على اتش مش على 100 عشان احسب الدبس. بعد كده اجيب الاريا ستيل عباره عن ام على كي 2
في دي. الحديد ده هو حديد التسليح بتاع الكنات بتاعتي. فشكل الكنة زي ما انتم شايفين بتكون كنة مقفولة، كنة بتاعتي بتكون مقفولة عشان أقاوم التورشن فورس. كنة مقفولة من ناحيتين اهي، كنة متصلة مقفولة من فوق هنا. القيمة دي أو التسليح بتاع الكنات ده أنا جبته من الخطوة ديت. الحديد الرئيسي اللي فوق واللي تحت ده هبدأ أجيبه من الخطوة اللي جاية، هيتم حسابه دلوقتي في الخطوة أو في السلايد اللي جاية على طول. يبقى في الكروس سكشن دايركشن حسبنا الفيكسد اند مومنت اللي هي هتسبب لي تورشن فورس، استخدمتها لحساب التسليح بتاع الكنات. هبدأ أجيب الكنات، عدد الكنات بتاعتي كام كان في المتر الطولي. عاوز دلوقتي أجيب الحديد الرئيسي بتاعنا، هبدأ اشتغل في القطاع الطولي بتاع الكاميرا اللونجيتودينال دايركشن. فالاستراكشر سيستم بتاعنا اللي احنا كنا درسناه قبل كده اللي هو اوفر هانجنج بيم، كاميرا ممتده الطرفين مرتكزه على 2 سبورت اللي هو العدد الادنى من السبورت بتاعتي. فهشتغل دلوقتي على القطاع الطولي. الطول ده هنقدر نحسبه من الجيومتري، من الشكل بتاع او من الابعاد اللي هو عطالي جيفن بتاع الجرين كروس سكشن. واتفقنا هنحط الاثنين سبورت بحيث يكون النيجاتيف مومنت بيساوي البوزيتيف مومنت، وبالتالي طلعت القيمه ديت لو انتم فاكرين كانت 0.2L بتاعت التقريب، ودي 0.2L والقيمه اللي في النص او البحر الداخلي 0.6L. عملنا الكلام ده ليه؟ عشان النيجاتيف مومنت اللي هنا بيساوي البوزيتيف مومنت. يبقى الاستراكشر سيستم بتاعنا اتعرف. هبدا اجيب الاحمال اللي هتأثر على الكاميرا بتاعتي. الأحمال الديد لود عبارة عن إيه؟ عبارة عن الأون ويت، الوزن الذاتي بتاع الكاميرا، لازم أحسبه. والرياكشن، الرياكشن اللي جاي من الأبر سلاب، والرياكشن اللي جاي من اللور سلاب. يعني الكاميرا أكن الكاميرا ديت هتدي رياكشن هنا، والبلاطة اللي فوق دي هتدي رياكشن هنا، والبلاطة اللي تحت ديت تدي رياكشن هنا. يبقى الأبر سلاب رياكشن واللور سلاب رياكشن. زي ما احنا عارفين ان عندنا هنا في كاميرا هنا وفي كاميرا هنا، صح؟ فالكاميرا دي هتاخد نص الحمل اللي جاي من البلاطه، والكاميرا دي هتاخد نص الحمل اللي جاي من البلاطه اللي فوق. ونفس الكلام الكاميرا دي هتاخد نص الحمل اللي جاي من البلاطه اللي تحت، والكاميرا دي هتاخد نص الحمل من البلاطه اللي تحت. يبقى انا هاخد هنا الابر سلاب هاف ويت رياكشن اللي جاي منها، واللور سلاب هاف ويت رياكشن اللي جاي منها. الاون ويت عباره عن ايه؟ عباره عن بي في اتش، عرفنا خلاص بي وعرفنا اتش في جاما ار سي. الابر سلاب رياكشن او نص الرياكشن اللي جاي من البلاطه عباره عن ايه؟ تعال نبص فوق كده. عندي تي ابر اللي هي 20 سم في الجاما ار سي، ده اللي هو الاون ويت بتاعها، زائد الاسفلت احنا شايلين ديد لود، زائد ال 0.08 اللي هو 8 سم بتوع الكفر الجاما اسفلت. اوكي، الكلام ده مضروب، انا عاوز اجيب رياكشن. اوكي، رياكشن، فحمل موزع هركزه هضربه في البحر اللي هو 1.5 واقسمه على 2 عشان اجيب الرياكشن اللي جاي من هنا. يبقى اكني جبت الديد لود اللي موجود على الابر سلاب ركزته وقسمته على 2، الديد لود كله ركزته اهو ضربته في البحر بتاعها اللي هو 1.5 اس وقسمته على 2. نفس الكلام تحت هنا، الديد لود عباره عن ايه؟ عباره عن الاون ويت بس اللي هي تي لور سلاب اللي هي 30 سم في جاما ار سي. هركز الكلام ده اضربه في 1.5 اس واقسم على 2، مجموع الكلام دوت يديني الديد لود اللي موجوده على السايد بي. اللايف لود عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن اللايف لود اللي جاي من الابر سلاب زائد الووتر ويت او وزن الميه. فاحنا القيمه اللي فوق احنا اتفقنا اللايف لود هناخدها 0.5 ما لم يذكر خلاف ذلك، يبقى 0.5 هركزها واجيب الرياكشن بتاعها على السايد بيم، هي 0.05 1.5 اس مقسومه على 2 عشان اجيب الرياكشن. وزن الميه اللي هنا هيتنقل او نصه هيتنقل للكاميرا دي ونص هيتنقل للكاميرا ديت. وزن الميه عباره عن ايه؟ واي داون ستريم اللي هو ارتفاع الميه في جاما. الكلام دوت في اس على 2 عشان اجيب الجزء اللي رايح لكل قمر. اوكي، يبقى واي داون ستريم في اس على 2
مضروب في الجاما موتور يديني الوزن اللي هيتنقل على الكاميرا دي. كده جبنا الديد لود وجبنا اللايف لود. لو جمعتهم مع بعض هيديني التوتال لود بتاعنا. هبدأ احطهم على الستراكشر سيستم بتاعنا اللي هو كاميرا ممتدة الطرفين عليها حمل موزع اسمه W. حطينا الكاميرا الدعامات بتاعتنا بحيث ان النيجاتيف مومنت يساوي البوزيتيف مومنت يساوي W في المسافة ديت اللي هي A، اكني ركزته مضروب في A على 2 يبقى W في A سكوير على 2 يديني المومنت بتاعنا. وابدأ اعمل ديزاين احسب الدبس. هجيب الدي بتساوي كي واحد جذر ام مقسومه على بي. يبقى في الكروس سكشن دايركشن قسمنا، لو نرجع كده سلايدز، قسمنا هنا على اتش، لكن في حاله اللونجيتودينال كروس سكشن قسمنا على البي. يبقى كي واحد جذر ام على بي. انا عندي الاتش معروفه، واخد الدي واجيب منها الاتش او العكس. الاتش انا اصلا قيمتها معروفه، اطرح منها الكفر اجيب الدي اكشوال. بعد كده اجيب الاريا ستيل سوي ام على كي 2 في دي اكشوال لا تقل عن اريا ستيل مينيمم اللي هي 0.25% في اريا كونكريت اللي هي اتش في بي سمول هنا. وبعد كده اجيب الاريا ستيل داش نفس العدد في 12 لكل متر. ده شكل التسليح بتاعنا، الكروكي بتاع التسليح. احنا عندنا نيجاتيف مومنت وبوزيتيف مومنت والاثنين مساويين، وبالتالي الحديد الرئيسي بتاعنا هيكون هنا في البوزيتيف، ادي اريا ستيل، وادي عندي اريا ستيل هنا في النيجاتيف، قيمتين واحده اريا ستيل واريا ستيل. بعد كده هنا في اريا ستيل داش واريا ستيل داش، وبالتالي انا ممكن اخد قطاعين، اخد قطاع في النيجاتيف مومنت واخد قطاع في البوزيتيف مومنت. القطاع بتاع البوزيتيف مومنت هتلاقي الاريا ستيل الرئيسيه موجوده تحت، والقطاع بتاع النيجاتيف مومنت هتلاقي الاريا ستيل الرئيسيه موجوده فوق. وادي الاريا ستيل داش هنا تحت وهنا فوق. والقيم اللي هي على الجنب دي اللي هي 2 فاي 10 دي حديد بيسموه الشرينكش او الانكماش. كل من 25 ل 30 سنتي هبدا احط سيخين 2 فاي 10، فالكود غالبا بيقول 30 سنتي، فهبدا اشوف الارتفاع ده واقسمه على 30 اجيب عدد الصفوف بتاعه الشرينكش رينفورسمنت. اوكي، اللي هي الحديد اللي هو هنا يبان هنا عندي بالطول ده كده. يبقى عندي هنا اريا ستيل، ده اريا ستيل الرئيسيه موجوده في نص البحر، ده البوزيتيف عشان نتيجه البوزيتيف مومنت، وهنا الاريا ستيل الرئيسيه موجوده هنا فوق عشان تقاوم النيجاتيف مومنت، وادي اريا ستيل داش هنا، وهنا في اريا ستيل داش هنا. يبقى ده شكل التسليح بتاع السايد بيم في الاتجاه اللونجيتودينال او الاتجاه الطولي. لو رجعنا كده سلايد هتلاقي ده كده اللونجيتودينال سيكشن او الاستراكشر سيستم بتاع الكاميرا. الكاميرا دي زي ما اتفقنا مرتكزه على اثنين سبورت، سبورت من الناحيه دي وسبورت من الناحيه دي. فالرياكشن هنا اللي هو عباره عن W مضروب في L سمول على 2 يديني الرياكشن. الرياكشن ده هيتنقل للسبورت بتاعتي. اوكي، فالخطوه اللي بعد كده هنبدا نعمل ديزاين للسبورت. يبقى انا عندي في رياكشن جاي من الكاميرا دوت اسمه R، ده رد فعل الكاميرا، وعندي هنا في كاميرا ثانيه هتجيلي رياكشن اسمه R. وبالتالي السبورت بتاعنا هيجيله رياكشن من التو سايد بيم اللي هو عباره عن 2R. خلي بالك ضمنيا الR ديت واخده وزن البلاطه اللي فوق، واخده وزن البلاطه اللي تحت، واخده وزن الميه، ما تحسبهاش ثاني. لا، يبقى الR ديت، الR ديت شامله تقريبا كل حاجه من الابر سلاب واللور سلاب ومن الميه. يبقى عندي هنا في R وهنا في R و2R. البير الابعاد بتاعته، المسافه دي اسمها ال1 زي ما خدنا قبل كده. ال1 دي عباره عن ايه؟ عباره عن اس، بناخد نفس العرض بتاع اس زائد بي زائد بي، يبقى اس زائد 2 بي يدينا ال1. العرض في الاتجاه الثاني اللي هو ال2 هنفرضها هنا بيساوي 0.5 متر. ارتفاع البير بتاعنا، المنسوب اللي هنا ده هو عباره عن منسوب الترعه، اطرح منه اللور سلاب يديني المنسوب اللي هنا ده اللي هو اعلى البير بتاعنا واعلى السبورت. والمنسوب اللي تحت دوت عباره عن منسوب الدرين بيد ليفل ناقص نص متر، اطرحهم من بعض يديني الارتفاع بتاع البير. يبقى ابعاد البير اتعرفت ال1 وال2 واتش بي. بنحط تحت البير فاونديشن، بنزود هنا نص متر ونص متر عشان احسب ال3. يبقى ال3 عباره عن ال1 زائد 1 متر،
وفي الاتجاه العرضي L4 عبارة عن L2 زائد 1 متر، نفس الكلام نص متر من الناحيتين. يبقى تاني الرياكشن اللي هنا ده انا حسبته في الخطوة بتاعت الديزاين بتاعت البيم. الرياكشن عبارة عن W الحمل اللي جاي على السايد بيم مضروب في L اللي هي الطول بتاع البيم على 2، حيث W ديت عبارة عن الاون ويت بتاعت البيم ونص الابر سلاب ونص اللور سلاب ووزن المية. بعد كده هبدأ احسب ال W بير عبارة عن L1 في L2 في H بير مضروب في جاما بلين كونكريت، يبقى نص اللي هي L2 في L1 في H بير. واحسب بعد كده الفاونديشن او وزن الفاونديشن عبارة عن L3 في L4 في الارتفاع بتاعنا مبدئيا هناخده نص متر، يبقى لو احنا خدنا دي نص وده نص وده نص يبقى L4 بتساوي 1.5 مضروبة في L3، دي L3 مضروبة في النص. زي ما خدنا قبل كده برضك في الستيل اكودكت هعمل تشيك على قطاعين، قطاع اسفل البير وقطاع اسفل الفاونديشن. عند القطاع اللي هو 1.1 دوت هبدا احسب الاوزان اللي موجوده فوقيه اللي هي عباره عن 2 ار زائد دبليو بي، 2 ار زائد وزن البير. الكلام ده هقسمه على السيرفيس اريا او المساحه اللي بتعرض لها اللي هي عباره عن L1 في L2. الكلام دوت لا يزيد عن 40 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع. واشيك تاني او التشيك التاني واللي هو الاهم عند القطاع رقم 2 اللي هو اسفل الفاونديشن، هبدا احسب او اجمع جميع الاحمال اللي فوق اللي عباره عن 2 ار زائد دبليو بي زائد دبليو اف، 2 ار زائد دبليو بي زائد دبليو اف مقسومه على كروس سكشن اريا اللي هي L3 في L4. الكلام دوت لا يزيد عن كيو الاوبل بتاعت السايت. لو القيمه دي طلعت اقل سوري اكبر من كيو الاوبل هبدا افكر ان انا اعمل احلال او اعمل خوازيق او اعمل اقترح اي اقتراح بحيث في الاخر ان يطلع قيمة الحمل بتاعنا أقل من الكيو الاول بتاعت السايت. وبكده نكون نهينا خطوات الديزاين بتاعت الـ RC Aqueduct، رسمنا رسمة الـ Layout وعملنا هيدروليك ديزاين على أساس إن المية ماشية مش في كامل القطاع اللي هو Running Free، وبعد كده عملنا ديزاين أو Structure ديزاين لكل الـ Elements اللي بتكون الـ RC Box Aqueduct. تعالى ناخد مثال بقى دلوقتي شامل الكلام ده كله. بيقول لي at the intersection of a canal with a drain، عند تقاطع canal و drain it is required to pass the canal flow over the drain، عاوز اعدي الميه بتاعت الكنال over يعني فوق ال drain through من خلال RC aqueduct من خلال بداله خرسانه. The cross section of both of the canal and the drain are shown in figure 1 و 2. اعطيني الكروس سكشن بتاع الكنال والكروس سكشن بتاع الدرين. بيقول لي بعد كده the maximum passing discharge through the canal، اقصى تصرف بيعدي داخل الكنال عباره عن 9.4 متر كيوب بير سكند. the allowable heading up is 20 سنتيمتر، الضغط المسموح به 20 سنتيمتر. soil properties بتاعتي عند الكروسنج سايت في موقع التقاطع الفاي ب 30، الجاما بالك 1.6 طن لكل متر مكعب، الجاما ساتيوريتد 2 طن لكل متر مكعب، والكيو الاوبل بتاعت السويل 1.2 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع. اعطيني الداتا كلها ومطلوب مني تز ريكواير تو اربع حاجات. جيف كومبليت هيدروليك ديزاين اوف ذا اكويدكت از رانينج فري، رانينج فري هنا بياكد عليا. جيف ذا كومبليت ستراكشر design of the aqueduct considering live load على الكالفرت والاكودكت 2.5 طن لكل متر مربع. بيقول لي اعمل دي structure design وخلي بالك اللايف لود اللي هتستخدمه في الكالفرت بارت بيساوي 2 واللايف لود على الاكودكت بارت خده بيساوي 0.5. draw neat sketch for plan half earth removed و section elevation، ارسم plan و section elevation. والخطوه الاخيره تشيك على الدايمنشن بتاعه البي سي بيرز. يبقى الاربع حاجات او كل حاجه احنا خدناها في المحاضره النهارده مطلوبه ان احنا نعملها من خلال الداتا بتاعت المثال ده. اعطيني هنا الكنال كروس سكشن والدرين كروس سكشن. الكنال كروس سكشن منسوب القاع هنا 22 وهنا منسوب القاع بتاع الدرين 17.7، يبقى انا هعمل ار سي اكودكت عشان اعدي الميه بتاعت الكنال اللي هي المجرى المائي اللي المنسوب بتاعه عالي. يبقى انا هستخدم الكروس سكشن دوت في الديزاين، اجيب واي داون ستريم واريا داون ستريم وبي داون ستريم، وهستخدم الكروس سكشن دوت عشان اجيب الطول بتاع البدالة. بسرعة كده
طبعا مراجعه بالنسبه لنا خطوات الهيدروليك ديزاين. من الكروس سكشن بتاع الكنال هجيب واي داون ستريم، هطرح الووتر ليفل ناقص البيد ليفل يديني الواي داون ستريم، بعد كده هجيب الاريا داون ستريم عباره عن واي في بي زائد زد واي. جبت الاريا داون ستريم هقسم التصرف على الاريا يديني الفي داون ستريم 3.6 متر بير سكند. الكود زي ما قلنا بيقول ان السرعه داخل المنشات الهيدروليكيه لازم تكون اكبر من او يساوي 2 في داون ستريم واقل من او يساوي 3 في داون ستريم، في نفس الوقت تكون اكبر من 1 ل2. هحول الكلام دوت لشرطين، يبقى او من شرطين لشرط واحد، يبقى هيطلع من 1.2 ل1.8. احول السرعه لاريا عن طريق انا اقسم التصرف على السرعه واعكس الاشاره. الاريا عباره عن ان في واي داون ستريم في اس، تاني واي داون ستريم لان انا بشتغل على المساحه المائيه، الان بيساوي 1 زي ما قلنا، والواي داون ستريم بيبقى معروفه بيكون مجهول عندي هو الاس. يبقى انا عندي ان في اس بتروح ما بين الرينج ده، لو الان بتساوي 1 زي ما اتفقنا يبقى الاس بتروح في الرينج اللي هو من 2.42 لغايه 3.36. يبقى هاخد الان بتساوي 1 والاس رقم في النص ما بين الرقمين ده، هاخده 2.9 متر. والاتش اللي هو الارتفاع الكلي بقى، الارتفاع الداخلي الكلي المفروض هو عباره عن واي داون ستريم زائد نص متر. لو انا جمعت الكلام ده هيطلع 2.66، فانا قربته لاقرب رقم صحيح خليتها 2.7، اكني خدت الرقم اللي فوق ده بدل ما هو 0.5 0.54. اوكي، عادة بيكون الاتش قريبة جدا من الاس، يعني شايفين كده 2.9 وهنا 2.7، ده افضل الحلول ان هو يكونوا قريبين من بعض، ما يكونش الفرق كبير قوي يعني. بعد ما جبت ان اللي هي 1 والاس اللي هي 2.9، هبدا اجيب الهيدنج اب اللي هو المسموح بيه زي ما اتفقنا، عباره عن اتش 3 زائد اتش 2 ناقص اتش 1، اتش 3 زائد اتش 2 ناقص اتش 1. هو هنا ما حددليش نوع الحوائط، فانا هستخدم حوائط بوكس في الامام والخلف في الاثنين، فيبقى الكي انترنس بتساوي نص والكي اكزت بتساوي 1. لو انا عوضت في القانون بتاع الاتش 1 هيطلع لي ان اتش 1 بتساوي 0، لان الكي هنا هعوض عليها بتساوي 1، يبقى 1 ناقص 1 بتساوي 0، يبقى اتش 1 بتساوي 0. يبقى انا خلصت اول خطوه اللي هو حساب اتش 1. بعد كده هروح احسب اتش 2. احنا قلنا اتش 1 بتساوي 0، يبقى الواي 1 هتساوي الواي داون ستريم. ما دام القيمه دي بتساوي 0 يبقى ده بيساوي ده، واي 1 بتساوي واي داون ستريم. انا عاوز احسب اتش 2 فهفرضها، هفرض اتش 2 بتساوي 5 سنتي، يبقى اجيب واي 2 وبعد كده اجيب واي افريج واعوض في المعادله اللي فوق ديت. ما اعطانيش ان هنا، هفرضها ان هي بتساوي 0.14، يبقى ان فرضتها وكيو جيفن، الاثنين دول بدلاله البي الواي افريج، فاضل لي احسب ال. من الجيومتري بتاعي ابدا احسب قيمه ال، تطلع 61.2، اعوض قيمه الواي افريج، احسب البي افريج والاريا افريج، وارجع اعوض في القانون ده احسب اتش 2. زي ما اتفقنا ممكن تحل الكلام ده كله عن طريق الاله مره واحده. انا هنا اكتفيت بمحاوله واحده، فرضت اتش 2 وجبت اتش 2 وخلاص، ما اشتغلتش المحاوله الثانيه. وخلينا نتفق كده، اللي هيشتغل بمانيوال زي ما بشتغل كده يعمل ترايل واحد، افرض اتش 2 واد اتش 2، ما تعدش المحاوله ثانيه. يبقى واي 2 اتعرفت اللي هي عباره عن واي 1 زائد اتش 2 اللي انا جبتها، وجبت اريا 2 وبعد كده في 2 السرعه عند القطاع رقم 2. فاضل لي احسب اتش 3، هفرضه ان هو بيساوي 5 سنتي، واجيب الواي اب ستريم واجيب المساحه، مساحه شبه منحرف اللي هي اريا اب ستريم، احولها لسرعه وابدا اعوض في القانون بتاع الاتش 3. انا عندي في 2 جبتها خلاص والفي اب ستريم جبتها، اقدر اعوض يطلع لي في الاخر اتش 3 بتساوي 14 سنتي. وهكتفي بمحاولة واحدة، هجمع اتش 3 و اتش 2 واطرح منهم اتش 1 يديني قيمة الهيدنج اب، يبقى 14 زائد الرقم دوت اللي هو اتش 2 ناقص اتش 1 اللي هو اصلا بيساوي 0، طلع الرقم ده بيساوي 17 سنتي، اقل من 20 سنتي، اقل او من المسموح بيه، يبقى الابعاد اللي انا جبتها مظبوطة. يبقى انا كده عملت هيدروليك ديزاين. الاستراكشر ديزاين هنشتغل على الاكودكت بورت بس، الكالفرت بورت احنا عارفين وخلاص. ف هحدد بس في الاول بالكروس سكشن بتاع الدرين، الطول بتاع الاكودكت بورت
للنقطة دي هرجع زي ما قلنا 1 متر يبقى عبارة عن 4 زائد إسقاط الجزء ده على المايل اللي هو 10.57، المسافة دي كلها 3.52، لو طرحت منها 1 يبقى 2.52، يبقى 4 زائد 10.575 زائد 2.52، الكلام ده مضروب في 2 من الناحية التانية يطلع لي الطول ده عبارة عن 34.2، هقسمه بحيث يكون النيجاتيف مومنت بيساوي البوزيتيف مومنت، يبقى القيمة دي 6.85 وهنا 20.5 وهنا القيمة زيها 6.85. هنبدأ بنفس الترتيب اللي احنا خدناه، هنعمل ديزاين الأبر سلاب وبعد كده اللور سلاب وبعد كده الفيرتيكال سايد بي. هنفرض ان دي 20، نفرض ان دي 30، ونفرض ان العرض دوت بتاع او البي بتاع السايد بي 30. الأبر سلاب زي ما قلنا عبارة عن الاستراكشر سيستم بتاعها عبارة عن كاميرا بسيطة، البحر بتاعها 1.5 اس اللي هي 2.9 يعني 3.5، والتخانة زي ما فرضنا ان هي 20 سنتي. هجيب الاون ويت 0.2 في 2.5، والكفر عندنا 8 سنتي في 2.2، هجمع بقى على طول اللايف لود، يعني بدل ما هي خطوتين ديد لود ولايف لود هجمعها في خطوة واحدة. هو قال لي هنا اللايف لود 0.5، يبقى الوزن او الحمل عندنا W كله عبارة عن 1.176، المومنت عبارة عن WL سكوير على 8. جبنا المومنت، بعد كده هعمل ديزاين الدي عبارة عن بوينت K1، وزي ما احنا خلينا نتفق دلوقتي K1 هنثبتها بتساوي 0.345، K1 هتبقى 0.345 جذر M على 100، يطلع لي قيمة الدي بتاعتي. أنا أوريدي فارض إن التخانة بتساوي كام؟ 20 سنتي. هطرح منها الكفر اللي هو 5، يديني الدبس بيساوي 15، أكبر من القيمة اللي أنا جبتها من الديزاين، فأنا هشتغل على القيمة اللي أنا فرضتها. يبقى أنا جبت من هنا 12 من الديزاين، وانا اصلا كنت فرضها 20، طلع الدبس بيساوي 15، هشتغل على الدي، يبقى دي اسمها الدي اكشوال. هجد احسب الاريا ستيل عباره عن ام على كي 2 في دي اكشوال، وادي قيمه كي 2 اللي هي 1.46، يبقى كي 1.345 وكي 2 بتساوي 1.046، ام 2 ام على كي 2 في دي، طلع لي الاريا ستيل 8.13 سنتيمتر لكل متر قولي. هحسب الاريا ستيل مينيمم اللي هي 25% اريا كونكريت، 25% في التي طلعت 5 سنتي اقل من الاريا ستيل، يبقى انا هستخدم الاريا ستيل اللي هي 8.13. هيطلع 8.12، والاريا ستيل هاخدها نفس العدد 8 برضك 12، والاريا سكندري هتبقى 5.12. النوع الثاني او العنصر الثاني اللي هو اللور سلاب، الستراكشر سيستم عبارة عن كاميرا فيكسد من ناحيتين، البحر بتاعها 1.5 اس برضك نفس القيمة اللي هي 3.5، التخانة بتاعتنا 30 سنتي، الأحمال عبارة عن اون ويت زائد وزن المية، ده كده الحمل الفيرتيكال الديد لود واللايف لود. الاون ويت عبارة عن تي التخانة بتاعتي جاما كونكريت، هنا واي داون ستريم الجاما بتاعتنا اللي هي 1، يبقى الحمل عبارة عن 2.91. المايه دي هتأثر زي ما قلنا بحاجتين تانيين، تنشن فورس وفيكسد اند مومنت. تركيز المثلث ده في واي داون ستريم على 3 هيطلع 2.32 اللي هي التنشن فورس، والمومنت عباره عن تركيز المثلث في العمق في الدراع ده، يبقى التنشن فورس هي نفس القيمه اللي هي بي دبليو اللي هي 2.32، اضربها في الدراع العازم يديني الفيكسد اند مومنت، يبقى عندي حمل موسع حمل موزع وعندي تنشن فورس وعندي فيكسد اند مومنت ده نيجاتيف مومنت. ابدا اجيب البوزيتيف مومنت دبليو ال سكوير على 8 ناقص النيجاتيف مومنت اللي هي القيمه ديت، يطلع لي 1.7، يبقى دي القيمه الماكسيمم اللي انا هصمم عليها اللي هي 1.7. الدبس بيساوي كي 1 اللي هي 0.345 جذر ام على 100، هيطلع 14 سنتي. طب انا اصلا فرض الدي بتساوي 30، لو طرحت منها الكفر هيطلع الدي بتساوي 25، يبقى انا هشتغل على الدي الاكشوال اللي هي الكبيره اللي هي 25. هبدا احسب الاريا سي عباره عن ام اللي هي 1.7 ام ماكسيموم على كي 2 اللي هي 1.047 في دي دي اكشوال زائد تي، قيمه التي بتاعتي مقسومه على اف ستي اللي هي 1200، يطلع لي الحديد بتاعنا 8.43 اقل من الاريا ستيل مينيمم، يبقى انا هشتغل عليه. الاريا ستيل هتبقى هي فوق وتحت، يعني نيجاتيف الاريا ستيل اللي هنا هتبقى نفس الاريا ستيل اللي هنا، والاريا ستيل السكندري 5 في 12، يبقى 8 في 12 و5 في 12.
العنصر الثالث اللي هو الـ vertical side beam. الـ vertical side beam زي ما قلنا هيتأثر عليها في الاتجاه الـ cross section moment اللي هو الـ fixed end moment اللي أنا حسبته قبل كده اللي هو 1.68. الـ area steel بتاعتنا تطلع 6.4. بس خلي بالنا ان الخطوه دي ممكن ما يبقاش ليها لازمه، لان انا كده كده الحديد بتاع اللور سلاب بطلعه في السايد بي، يبقى انا ممكن اخد نفس القيمه بتاعت حديد اللور سلاب، نفس القيمه اللي انا حسبتها قبل كده اللي هي 8 في 12. اوكي، يبقى انا الخطوه دي انا ممكن ما اعملهاش واخد على طول الحديد بتاع اللور سلاب اللي هي 8 في 12. يبقى الكلام ده ممكن اخده على طول امتى؟ لو انا بعمل ديزاين فول ديزاين، لو انا مطلوب مني اعمل ديزاين للور سلاب وبعد كده الفيرتيكال سايد بيم، فانا ممكن الخطوه دي اهملها خالص. لكن لو انا مطلوب مني ان اعمل بس ديزاين للفيرتيكال سايد بيم، هضطر احسب الفيرتيكال الفيكست اند مومنت وبعد كده اجيب منها من القيمه ديت تسليحه زي ما حسبناها. القطاع الطولي الاستراكشر سيستم عباره عن اوفر هانجنج بيم، جبنا الابعاد بتاعته بحيث النيجاتيف مومنت يساوي البوزيتيف مومنت. الاحمال عندنا الاون ويت وزن الكاميرا، الارتفاع دوت حسبناه اللي هو اتش عباره عن الابر سلاب واللور سلاب وال 50 سنتي، وارتفاع الميه هيطلع 3.2، يبقى الاون ويت عباره عن 0.3 في 3.2 في 2.5 زائد نص الرياكشن بتاع الابر سلاب زائد نص الرياكشن بتاع اللور سلاب، يبقى نص 1.17. ده الابر سلاب. لو نرجع كده بسرعه الابر سلاب، شايفين الحمل اللي هنا عباره عن ايه؟ 1.176. انا خدت دوت 1.176 ضربته في البحر وقسمته على 2 يديني الرياكشن 1.176، ضربته في البحر وقسمته على 2. نفس الكلام بالنسبه للور سلاب، الحمل بتاعها اللي هو 2.91 ضربته في البحر اللي هو 1.5 اس وقسمته على 2 واحد او 2.19 1.5 اس وقسمته على 2 يديني الحمل اللي موجود على القطاع او الاوريجينال سيكشن بتاع السايد بي. اجيب النيجاتيف مومنت بيساوي البوزيتيف مومنت عباره عن دبليو في اي سكوير على 2. طلعت القيمه هنا، شايفين هنا قيمه كبيره 202 او 500 طن لكل متر. ابدا اعمل ديزاين دي هنا عباره عن 0.345 جذر ام على بي، خلي بالنا هنا بي اللي هي 30، هيطلع لي الدبس بتاعنا 283 سنتي. المفروض ده ازود عليه الكفر يديني الاتش، ما انا اوريدي الاتش انا حاسبها اصلا من الفروضات بتاعتنا 3320، هطلع منها الكفر، هنفرض ان الكفر بيساوي 10 سنتي لان الحديد هنا يطلع كبير، هيطلع دي بتاعتي 310 سنتي، اكبر من القيمه اللي انا جبتها من الديزاين، يبقى انا هشتغل على الاكشوال اللي هي 310، يبقى دي اكشوال بتاعتنا. اوكي، الاريا ستيل عباره عن ام على كي 2 اللي هي 1046 في دي اكشوال اللي هي 310، يطلع قيمه التسليح بتاعنا كبيره هنحولها تطلع 8 فاي 32. الاريا ستيل بتاعتنا داش هاخدها 4 فاي 12. ده شكل التسليح بتاعنا، الخط ده فاصل في النص، انا عامل قطاع في العزم البوزيتيف وقطاع في العزم النيجاتيف عشان ابين الحديد الرئيسي بتاع السايد بيم. في العزم البوزيتيف هتلاقي الاريا ستيل الرئيسيه اللي هي 8 فاي 32 موجوده تحت، في العزم النيجاتيف هتلاقي 8 فاي 32 موجوده فوق، هنا الاريا ستيل داش اللي هي 4 فاي 12 وهنا 4 فاي 12، ودي قيمه الكانات او قيمه الكانات اللي هي كانت 8 فاي 12 اللي احنا حسبناها. التسليح بتاع الابر سلاب واللور سلاب مش هيختلف من ناحيتين، هي نفس القيمه في نص الكاميرا او عند الطرف بتاع الكاميرا، يبقى ده شكل التسليح بتاعنا. ده شكل الرسمه، نفس الرسمه اللي احنا رسمناها قبل كده بقى طبعا مع اختلاف المناسيب والابعاد بتاعت الكروس سكشن. دي الهاند ريل اهيت، ممكن ترسمها او ممكن ما ترسمهاش. وادي السلالم عشان استخدم المنشا بتاعنا كمعبر للمشاة. اخر مطلوب اللي هو السبورت، عندنا الحمل بتاعنا اللي احنا حسبناه، هركزه واجيب الرياكشن، والرياكشن ده هيتعكس على السبورت، عندي اتنين كامرتين هيديني 2 R وزائد الوزن بتاع البير ووزن الفاونديشن. المناسيب هجيبها، ده منسوب الترع ناقص سنت اللور سلاب، وهنا المنسوب الدرين ناقص نص متر، اقدر احسب الارتفاع بتاع البير
وركز الكلام بتاعي دبليو بير عباره عن ال1 في ال2 في نص، ال1 في ال2 اللي هي 3.7 في نص في الارتفاع اللي هو 4.5 في الجامة بتاعتنا البي سي اللي هي 2.2، وبعد كده نفس الكلام الفاونديشن دبليو 3 ال3 في ال4 في نص 2.2. الاسترس عند القطاع رقم 1.1 اللي هو اسفل البير عباره عن 2 ار زائد دبليو بير مقسوم على ال1 في ال2، طلع الرقم ده 169 اقل من 400 يبقى تمام. الاسترس عند القطاع رقم 2.2 اسفل الفاونديشن عباره عن 2 ار زائد دبليو بير زائد دبليو اف مقسومه على الاريا اللي هي عباره عن ال3 في ال4، طلع الرقم ده 4.6 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع، اكبر من كيو الاوبل اللي هي جيفن اللي هي في الداتا عندنا 1.2. يبقى القيمه دي كبيره قوي، يعني معنى الكلام ده ان الوزن كبير. ففي الحاله دي هتقترح او توصي باحلال، يا اما تعمل خوازيق يا اما تزود الابعاد بتاعت البير بتاعك، يعني تقترح اي حاجه. طبعا انت مش هتعيد الحل بتاعك، بس انت تقترح ان انا هعمل احلال او خوازيق عشان اوصل للبيرنج كاباسيتي بتاع السويل او لمنسوب التاسيس المناسب. بكده نكون خلصنا الجزء الاولاني والاكبر، اكبر جزء عندنا في المنهج اللي هو منشات التقاطعات، الكالفرت والسايفون والاكودكت بنوعينه، الستيل اكودكت ستيل بايب اكودكت والار سي بوكس اكودكت. ان شاء الله من المحاضره اللي جايه هنبدا جزء جديد اسمه التسرب اسفل او من خلال المنشات الهيدروليكيه، تسرب اللي هو تسرب المياه اسفل المنشات الهيدروليكيه، ونشوف تاثير الكلام دوت على المنشات او على الاستابيليتي بتاعتها. غالبا الكلام ده هيتاخد من ثلاث او اربع محاضرات. ان شاء الله الجزء دوت اللي هو الار سي بوكس اكودكت هيكون عليه اساينمنت هينزل مع المحاضره، حضرتك هتحله وهتسلمه في الديدلاين بتاعه. الناس اللي ما عملتش الاساينمنت اللي فاتت تعملها لان الكلام ده عليه درجات. ونشوفكم ان شاء الله بعد كده على خير في محاضرات جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.